بس كده عشان افهم. تفهم ايه؟ اصل وجيه اللي انت شغاله معاه ده جامد قوي، علاقاته في البلد واصل لابعد حد. بصراحه يعني استغربت ان انت ممكن علاقاتك توصل للمستوى ده، فقلت يعني اما يبقى ابن عمتك وحبيبك محتاج يعني انه يستفيد بالعلاقات دي، اكيد مش هترفضي ولا ايه يا مار؟ وانا بقى المفروض ايه؟ اصدق الكلمتين دول؟ وحياتك عندي يا مارو زي ما بقول لك كده، انا هكدب عليكي في ايه يعني؟ ده هو ال ده ايه ده كمان؟ اللي جابها هنا؟ هي مش دي تبقى اختك برضو؟ اه زفت اختي. اللي جابها؟ اهلا 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 ايتن. خطو عزيزة ازيك؟ ازيك يا اهلا وسهلا، اتفضلي. ميرسي. مدحت انا جايه لك وعايزه منك خدمه. انت تأمريني. سامح يهمك قوي وصاحبك مش كده؟ لا لا انا ماليش اصحاب، انا طول عمري عايش لوحدي. طب انا عايزه اعلمه الادب. طبعا اللي يعمل اللي انا سمعته ده لازم يتعلم الادب ويتربى طبعا. وعايزه اخلص منه خالص. والله انا مبدئي ان مفيش اي واحده تعيش مع اي حد غصب عنها. بص يا مدحت، انا جيت لك ومتاكده انك مش هتكسفني، مع اني عارفه يعني ان في مصالح بينك وبين سامح. لا 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 لا، مفيش أي مصالح بيني وبين سامح. بعدين يا بنتي أنا لو في مصلحة بيني وبينه أنا كنت أول واحد ينقذه من الفلس ولا إيه؟ آه صحيح، أنت إزاي عمرك ما نبهتني للموضوع ده؟ هو أنت سألتي؟ وبعدين أنا لو كنت تدخلت ساعتها كانوا قالوا عليا إن أنا عايز أفرق بينكم. عندك حق. تمام، قولي لي بقى إيه اللي أنت عايزاه بالظبط؟ هقول مش فاهمة يا أحمد بيه. أفهمك، وجيه ده جامد قوي، عنده علاقات في البلد ملهاش حل، واصل لأبعد ما انت متخيلة. أنا وانت بقى ممكن نستفيد من العلاقات دي جدا. هي انت عايز مني ايه؟ عايزك تخلي بيني وبينه جسر، يعني يبقى في لينك مفتوح ما بيني وما بينه ما يتقفلش. عشان؟ عشان أنا عايز أعرف كل حاجة دايرة في البلد دي. وانت هتستفيد ايه؟ مش لوحدي اللي هستفيد، احنا الاثنين وهنستفيد كتير قوي. لا انا كده بقى لازم اعرف. عيبك يا مروه ان انت بتسالي كتير. عيبك ان انت فاكرنا كلنا كاميليا. اه يا حبيبي كاميليا هبله، بس انت شايفني ايه؟ براين مثلا؟ يعني ايه؟ يعني انت زي الشاطر تنزل من هنا في كافيتيريا على الناصيه تقعد تستناني فيها واشرب اي حاجه لحد ما اجي. على فكره تشرب على حسابي عشان انا لازم اعرف انت ناوي على ايه بالظبط. ده احنا بقينا جامدين قوي، انا ما اعرفش. وانت مفضوح قوي، بس مشكلتك الناس مش شايفك صح. هتتاخر عليا نص ساعه هحصلك. لازم اعرف اللي اسمها ايتن دي بتعمل ايه هنا. ايتن اختك؟ اه اختي. على فكره عايز اقول لك على حاجه، ايتن دي ورقه ربحانه ممكن نستفيد منها كويس جدا. وبعدين؟ وبعدين احنا لازم نتفق. هنتفق على ايه بالظبط؟ شوف يا مروه، طالما انا وانت جينا سكه مع بعض ومفيش واحد فينا ناوي يلعب الدنيا مع التاني، يبقى انا هجيب لك من الاخر. المصالح يا مروه بتتصالح، بس نصيحه مني ما تحاولش تعمل كل حاجه مره واحده علشان دماغك ما تتبعترش. فشل اتبعتر وانت موجوده؟ ده يبقى عيب عليكي. ده انا ابن عمتك برضه، واي حاجه تصيبني هتصيبك. وبعدين مش معقوله يعني اهون عليكي، قريبك والدم عمره ما يبقى ميه. اه الضفر عمره ما يطلع من لحم والجو البلد القديم ده. عليك. اه يا حبيبي بقول لك ايه، اسبقني وروح اشحت في حته بعيد. تعجبني. يلا هحصلك. ما تاخريش. مش هتاخر. طيب ما تحاولي تكلميه كده تاني؟ ما هو لو كان رد عليا ما كنتش جبتك لحد هنا. ايوه صح. هي دي؟ Thank you.
الظاهر ان مفيش حد هنا. يلا بينا بقى. يلا. مجدي. نجلاء. انت كويس يا مجدي؟ مالك؟ انا كويس مفيش حاجه. طيب الحمد لله ان انت كويس، احنا كنا قلقانين عليك وجايين نطمن عليك بس. مجدي مالك؟ استنى انا هكلم الاسعاف. لا لا، اسعاف ايه اللي تكلميها؟ انا كويس، لو في حاجه هقول لك يعني على طول. طب ممكن ادخل؟ تدخلي فين؟ مش هينفع علشان في ايه يا مجدي؟ وانت شارب حاجه ولا ايه؟ مالك ولا ايه؟ لا نجلاء مش مستني هنا، رايحه فين؟ نجلاء تيجي نستنى تحت. بقول لك ايه يا دكتور، احنا هنستناك تحت ماشي؟ هو ايه اللي حصل يا مجدي؟ سافرت. سافرت من غير ما اشوفه. من غير ما اخده في حضني. من غير ما اسلم عليه. كأنه يتيم، كأنه يتيم وما عندوش أب. طب اهدى يا مجدي. أنا تعبان أوي، أنا كده تعبان وكنت الحياة خلاص. بكره الدنيا وما فيها خلاص. طب اهدى بس يا دكتور. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وأنا مش عارف أشوف ابني؟ اهدى ازاي وانا واخد حكم من رؤيه ومش عارف انفذ الحكم ده؟ طب عشان خاطري يا مجدي اهدى. تعبان قوي، تعبان، مش عايز اشوف حد. انا كرهت نفسي خلاص، انا مش عايز اشوف حد. ازاي بس بتقول كده يا دكتور؟ دي حتى نجلاء بتقول دايما عليك ان انت متفائل وحبيبتها في الدنيا. انا كداب، أنا كداب، أنا بضحك على الناس، وضحكت عليك أنت كمان، أنا بوهم الناس إن في أمل وهم مفيش أمل، بقول للناس إن في حياة وهي الحياة سودة، الدنيا سودة أوي أوي. عندك حق. طيب ممكن بس تقوم تغير هدومك وننزل نتكلم تحت؟ لا لا أنا مش عايز أنزل، اتفضلوا أنتوا، أنا كويس مش عايز أنزل. فعلا عندك حق، الدنيا كلها أسود في أسود، مفيش أمل أصلا. أنا مش عارفة أنا إزاي صدقتك. ضحكت عليا على فكرة، ضحكت عليا لما قلت لي إنه في أمل، ضحكت عليا لما قلت لي إن أنا خلاص كان أخف. أنا كنت رضيت بحالي وقلت خلاص مفيش فايدة، روح يا شيخ منك لله. نجلاء ايه عايز تقول ايه تاني؟ انا اسف. شفت يأسك بان هو ممكن يقتل ناس؟ شفت ان انت مش ملك نفسك؟ انت ملك المرضى اللي انت بتعالجهم. كل يوم بتقول لهم كلمه عشان يعرفوا يكملوا حياتهم، كل يوم. والله العظيم، والله العظيم انا كل يوم ببقى مرعوبه وانا نازله الشارع، مرعوبه الحاله تجيلي وانا في الشارع. بابا اتقطع من جوايا لما الاقي ست غريبة معرفهاش بتطبطب عليا وبتحاول تفوقني. بس بعدها عرفتك قلت عادي، فيها ايه؟ مفيش مشكلة، كملي. انت ازاي ممكن تعمل كده؟ انا قلت ان اللي عندي ده اختبار من ربنا، صدقته. اختبار ان انا اكمل في الحياة واستحمل. انا ازاي صدقتك؟ انت كداب. نجلاء، نجلاء اهدي يا ماما. لا نجلاء، نجلاء اسود، شيلها بسرعة. اكتب كده يا دكتور. نجلاء، نجلاء ايوه يا مروان، مروان خد العنوان ده بسرعة وتعالى دلوقتي حالا.
الو هو الاستاذ علاء وصل؟ اوكي شكرا. صباح الخير. صباح النور. أنا كنت لسه بسأل على حضرتك. خير؟ لا أبداً. أصل أنا كنت عايزة أطمن إيه الأخبار. أصل كنت قلقانة على حضرتك قوي. وأنا كنت زعلان منك جداً. ليه؟ كان مفروض في درس موسيقى النهاردة أنا حدهولك. وأنتِ ما سألتيش عليا خالص. على فكرة اللي بيحب الموسيقى أنا بحبه أكتر ما هو بيحب نفسه. بس أنا قلت يمكن الظروف مش مناسبة. في الفن كل الظروف مناسبة. في الظرف ده أنا حاسس إني في قمة الإبداع. الإبداع يولد من رحم الأحزان. أنا هستناك النهاردة عشان الدرس. ماشي. تحبي أفكرك؟ لا مش حاسة. عن إذنك. زعلان منك جدا على فكرة. كنت متخيل يعني انك هتسألي عليا، تحاولي تعرفي ايه اللي حصل، تسألي على لمار تطمني عليها او حتى تقفي جنبها. انا اسفة. شكلك متضايقة. لا بالعكس، ده انا كويسة جدا. لا انت مش كويسة خالص، شكلك عندك مشكلة كبيرة. ومش معقول يعني لا هتتصلي ولا تحاولي تعرفي اي اخبار الا اذا كان عندك مشكله كبيره قوي شغله بالك. انا فعلا عندي شويه حاجات في البيت كده مضايقاني قوي. ممكن اعرفها؟ مش ضروري تعرفها. لا لازم اعرفها. طب ممكن نتكلم وقت تاني؟ زي ما تحبي. بس انا حاسس كده ان احنا بنبعد عن بعض قوي، مع اني كنت متخيل عكس كده خالص. سمر اوعي تكوني لسه متضايقه مني عشان كنت بنتقدك زمان. لا لا والله ابدا، ده انا مش في دماغي خالص. طبعا اذنك. ايه مالك مش على بعضك ليه؟ عايز اعرف الزفت اللي اسمها ايتن بتتكلم فيه جوه. ايه غيرانه؟ غيرانه من ايه يا هبله؟ اللي جوه دي مش سهله ولازم يتعمل لها الف حساب. سيبك منها، عايزه رايي؟ قولي رايك. مدحت عمره ما هيسمح لاي حد يتكلم عليكي كلمه طيبك. اشمعنى؟ عشان هو ما عندوش استعداد لده، وبعدين هو شايفك بعين جرح عيون كل الناس. والنبي تلهي شويه حنان واسكتي. وحياتك عندي هو ده اللي حاصل. بعدين هو انا عمري قلت لك على حاجه طلعت غلط؟ لا، كل حاجه بتقوليها لي صح، بس اسكتي دلوقتي بالذات، انا متضايقه. طيب قولي لي، احمد كان بيعمل ايه هنا النهارده؟ احمد عادي يعني، ما كانش في حاجه مهمه، كان بيكلمني في حاجات عاديه يعني عائليه، حاجات عن البيت. طيب ماشي، بس عموما انا مش مصدقاكي. صباح الخير. انا ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. مالك يا بنت بتتميصي كده ليه؟ ما تخشني كده شويه. العيله كلها هنا النهارده، حاجه غريبه. البت دي دمها تقيل قوي. معلش حقك عليا. ها عايزه ايه؟ ها اللي قلت لك عليه؟ اللي هو ايه بقى؟ قلت لك الفلوس هتدفعيها مبلغ كبير قوي، وانت اكيد مش هتقدري تدفعي المبلغ ده يا منى، صح؟ ادفع ازاي يعني؟ يعني تبقي انت شغاله هنا والسكرتيره الخاصه بتاعت صاحب الشركه ولما عاوز بضاعه ادفع المبلغ ده كله؟ ليه؟ مالكيش خاطر عنده؟ لا حبيبتي البيزنس ما فيهوش خواطر وانت عارفه.
طب ايه؟ ملهاش حل؟ لا ملهاش حل. طب والعمل؟ معرفش يا منى اتصرفي، انا مالي؟ شرفتي وانستي. ميرسي قوي. باي باي. باي. استاذ مدحت صح؟ مظبوط. انا منى اخت مروه. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كنت عايزه بس حضرتك في موضوع كده. طبعا. منى حبيبتي ما ينفعش ندخل استاذ مدحت في مشاكلنا العائليه والشخصيه. انا مش عايزاه عشان مشاكل عائليه. لا عائليه وشخصيه منى. معلش يا مروه معلش، انا عايز اعرف منى عايزه ايه. اتفضلي. ميرسي قوي. تحت امرك. انا اسفه يعني لو هاخد من وقت حضرتك وعطلك. لا 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 خالص، قولي لي عايزه تشتغلي هنا في الشركه؟ لا عايزه اشتغل مع الشركه. لا مش فاهم. يعني عايزه اخد بضاعه من الشركه واوزعها. طب والله هايل، والمطلوب؟ استنى عليا. استاذ لؤي لما اتكلمنا معاه يعني الصراحه الكلام كان صعب قوي. انا يعني حالتي الماديه ما تسمحش بالكلام اللي هو قال عليه. وبعدين مروه مش عايزه اتكلم حضرتك عشان ما تحطش نفسها في موقف صعب. يعني هي في الاول وفي الاخر موظفه، وانا عارفه ومتاكده ان الكلام ده يعني مش هيرجع عليها باي شكل سلبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بالراحه عليا بس عشان افهم. افهم حضرتك. انا عايزه اخد شغل. انا بشتغل في السوق من زمان قوي وعندي زبائن خاصه بيا، ولو معايا ماركه معروفه ممكن اكبر المجال بتاعي ده والف المحافظات كمان. برافو يا منى برافو. وبعدين يعني اخد عينات من حضرتك واعرضها انا في السوق. بس احنا عندنا منافذنا وعملائنا في كل حته. بس العملاء بتوعي يعني حضرتك مش هتعرف توصل لهم غير عن طريقي انا. مش فاهم دي كمان، اشرحي لي. انا فاهم حضرتك، انا بلف في الشوارع يعني اعرف ذوق الست وذوق البنت، بتحب ايه بتكره ايه، واعرف ابيع لهم ازاي واقنعهم كمان ازاي. حضرتك انا بلف على القهاوي وعلى البيوت وعلى المصالح الحكوميه وعلى الموظفه اللي قاعده على المكتب، وعارفه ميزانيتها وعارفه كمان اخد منها ايه. طب والله فكره هايله. طب بص اشرحي لي اكتر، عشان لو عجبتني الفكره دي انا هنفذ لك كل اللي انت بتقولي عليه. طيب هفهم حضرتك تاني. حضرتك زبونتك هاي كلاس، لما تنزل من عربيتها هي عارفه بالظبط هي رايحه فين، بتدخل المحل وهي مغمضه كده يقولوا لها ادفعي بتدفع، يعني غير البنت اللي في الجامعه، غير الست العاديه اللي بتاخد 600 700 جنيه في الشهر، لا يمكن اصلا تفكر تدخل المحل ده، هتخاف. بس احنا عندنا منتجات مش غاليه قوي كده. بس حضرتك برضو بتعملوا اعلانات يعني فيها بذخ كتير قوي في التلفزيون، وبعدين ديكورات المحل لو اي واحده دخلت قلبها يقع في رجليها. طب والله كلامك عجبني يا منى، كملي. انا بقى هخلي كل الناس اللي في الشارع يلبسوا من عند حضرتك. ما هو ده برضو مش كويس، احنا بنشتغل على فئه معينه، يعني لو حس ان المنتج بتاعه بقى شعبي ممكن يقع منا. ما هو حضرتك المنتج ده مش اللي هينزل في الشارع ولا للناس العاديه. مش فاهم دي كمان. احنا هنقول ان احنا بنعمل خط انتاج تاني يعني بفلوس اقل، ونسميه اسم تاني خالص كده، بقى الزبون الهاي كلاس بتاع حضرتك هيحافظ على التميز بتاعه، والزبون العادي يقدر يلبس الماركه اللي كان بيحلم بيها. وانا موافق. وانا حسد. بس احنا ما بناخدش مرتجع ولا حته. خلاص، وانا عشان خاطر مروه يا ستي انا هنفذ لك كل اللي انت عايزاه. متشكره قوي. الو اي. ايوه يا فندم. تعال عايزك. من فضلك مكتب مدام كاميليا عبد العزيز فين؟ أقول لها مين؟ أقول لها أنا أخو المرحوم جوزها. اتفضل. كاميليا في ضيف عشانك. اتفضل. مساء الخير يا كاميليا. مساء النور. أهلا. أنا بره. ماشي. تشرب إيه؟ ميلك تشيك شوكولاتة. مفيش داعي، مش عايزه اتعبك يا كاميليا. الحقيقه انا رحت سالت عليكي في الحاره وقالوا لي انك هنا. خير امر. الامر لله. انا كنت جاي بقى علشان نخلص موضوع الشقه، لاني محتاج لها قوي يا كاميليا. وانا ما عنديش اي مانع، بس اخد حقي. يا كاميليا طبعا، ده احنا اهل والحق ده مستحق. بس الحقيقه اللي احنا قلنا عليه اخر كلام عندنا. ممكن اسالك سؤال وترد عليا بصراحه من غير تفكير؟ برضو يا كاميليا احنا اهل، اتفضلي. لو الموضوع مقلوب، يعني لو انا اختك كنت هتشوف ان ده حق ربنا؟
الحقيقه كاميليا انا بعتبرك في الحقيقه انك عارف كويس قوي ان حقي اكتر من كده بكتير، والحقيقه انك عارف اني ما اقدرش اعمل لك اي حاجه، وعارف اني محتاجه الفلوس، والمصيبه انك معاك تديني حقي. هو انت ما بتعملش كده ليه؟ مدام كاميليا انا جاي النهارده وعايز انهي الموضوع، واللي احنا قلنا عليه ده اخر كلام، يا يا لا. واضح انك لسه بتفكري. طيب هستنى بقى تليفونك. اتفضل. انستي وشرف. بعد اذن حضرتك كنت محتاجه اتكلم معاك كلمتين. كلمتين ايه؟ ده بعد اذن كاميليا هاني معانا. اتفضل. ممكن جوه؟ اتفضل. اتفضل انت ضيفنا. اتفضل. اتفضلي يا كاميليا هاني، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. يا كاميليا ما شربتيش الاستاذ حاجه ازاي؟ بس يعني ده ضيفنا برضه يعني. اتفضلي. اتفضلي يا كاميليا هاني. اتفضلي. انا بس بعد اذن حضرتك كنت محتاج اعرف الوضع بالظبط ايه. هو الاستاذ مين يا كاميليا؟ انت صفتك ايه بالظبط يا فندم؟ انا 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 يا راجل. تخيل. عموما ماشي يا استاذ. انا كنت جاي لمدام كاميليا على اساس اكلمها في موضوع الورث، وكنت بقول لها يعني انها تاخد نصيبها فلوس وتتنازل عن حقها في الشقه. ومين قال لك ان احنا محتاجين فلوس؟ ده احنا مبسوطين قوي كده. والله انت ما قلتلوش ليه كمان ان احنا مبسوطين؟ عشان سبب ايه؟ اولا الشقه دي ريحه المرحوم، وهي كانت بتعزه قوي يعني. تاني حاجه الشقه دي بحري يعني، ما تتسابش كده بسهوله، فاحنا عايزين الشقه مش عايزين فلوس خالص. بس كاميليا كان ليها راي تاني. اولا كاميليا هانم، تاني حاجه حضرتك اللي غلطان حد يتكلم على الحريم برضو، وانت عارف كلام الحريم يعني. وبعدين كاميليا عيني عندها مشكله كده، ساعه والدها توفى الله يرحمه يعني. متخيل ان مفيش رجاله في العيله؟ لا بس ده احنا رجاله ورجاله قوي، وكلام الرجاله هو اللي بيمشي. وعندنا تفصيله بسيطه كده في عيلتنا، سلع عيلتنا يعني، اي حد كان في العيله عدى، حتى تخيل بقى ده كان جوزها يعني، اي حاجه من ريحته ما ينفعش نسيبها. ولاعه بقى محفظه، تخيل اخد شقه بقى، حد يسيب الشقه؟ فاحنا مش هنسيب الشقه. وبعدين لو عايزين تقعدوا فيها عادي نقسمها، كل واحد ياخد حقه، كل واحد يقعد في مساحته. مساحات ايه وتقسيم ايه؟ ازاي يعني يا استاذ؟ سهل جدا يا باشمهندس، نجيب خبير وهو هيمشي طبع شرع ربنا، نقسم الموضوع ونشوف كاميليا هانم ليها مساحتها قد ايه، ونعمل حدود. كل واحد يقعد في حدوده. ولا ايه يا كاميليا هانم؟ عن اذنكم. حدود ايه وكلام ايه يا استاذ؟ انت طبيعي؟ ده سؤال؟ امال اللي انت بتقوله ده اجابه يعني؟ طبيعي، وبتكلم بجد كمان، وعايز كل اللي بتقول لك ده تحطه حلقه في ودنك وتقعد تسمعه لنفسك كده طول ما انت ماشي. لا ده انت بينك اتجننت. بص يا بيه، انا احترمك بس عشان انت في شركتي وفي مكتبي، عشان انا ابن ناس ومتربي شويه، بس مش متربي قوي يعني. وعايز اقول لك حاجه تاني، لو فكرت تقرب ناحيه كاميليا او تكلمها او تتكلم في موضوع الورث ده تاني معاها، هتجنن عليك بجد بقى، وهوريك بقيه التربيه اللي ما تربطهاش. انطر يلا. لا 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 لا، انطر. فين انطر؟ ايه اللي انت عملته ده؟ طب اقعدي وافهمك بس. اقعدي 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 بس افهمك. انت مش فاهمه حاجه بس. افهمي. الراجل ده طمعان فيكي وعايز ياخد نصيبك. والله عايز ياخد نصيبك، مش عايز. هو عارف ان هو عارفه لو حب يبيع الشقه مش هيعرف، لانه عارف ان انت ليكي حق وهتقفي له في البيعه، وهو جاي عامل فيها ان هو الراجل بتاع الخير اللي بيدور على حق الورثه، لكن الكلام ده مش صح. الواد ده نصاب، صدقيني الواد ده نصاب. ايوه. هو انت عرفت ازاي؟ انا عرفت. انا كنت واقف بره على الباب بلمع اوكر، ما هو زي ما تقولي للحاكم ده ما كنتش اقدر اسيبك لوحده. وبعدين صدقيني الواد ده نصاب وعايز ياخد حقك، وطبعاً في الشقه، شقه حلوه وسعرها حلو ومميزه. لو ما كانش كده ما كانش يفضل رايح جاي عليكي. صدقيني يا كاميليا. مصدقك بس انت مركز قوي.
انا مركز وكويس كمان زي ما تقولي كده، بس انت مش واخده بالك. بس خدت بالي بجد. وإلا انا اللي قعدت اللي قلتها انا واقف هناك كده، دي الاغنيه بتاعت الاستاذ عباس حموده، استحضرتني الموقف يعني بتاعت. بس ما تقلقيش، انا هراهنك الخرج ده يومين بس، اديله يومين بس مش اكتر، هيجي يقول لك ضعف الفلوس اللي قال لك عليها، بس انت ساعتها هترفضي وهتقولي له انا بهدلتك، وتقولي له ان الكلام مش معاكي، الكلام معانا. يعني لو انت او اي حد من العيله يعني ممكن يتكلم مع احمد، مع اي حد من العيله يعني، بس انت ما تتكلميش خالص عشان الراجل ده ياكل حقك. صدقيني انا مش هسيبك غير لما اجيب لك حقك في الموضوع ده. اضحكي بقى. ايه مالك؟ في حد زعلك فوق ولا ايه؟ لا عادي مفيش حاجة. خش كده عادي؟ عادي مفيش مشاكل. هتروق أعصابك، خد متبقيش. يا ست صنع ولا ايه؟ لا تمام. اوعي تكوني فاكرة ان انا يعني عشان بديك سجاير كده فانا علمي العالي السيسي اللي انت واخدة بالك منهم دول. لا حاسبي، انا بس بعرف اقرا اللي قدامي كويس. والله يعني ايه؟ يعني انت يا مروة غير كل اخواتك، انت عارفة سكتك مظبوط، وعارفة عايزة تبقي فين، عايزة تبقي فوق قوي قوي صح؟ وبعدين يا ستي، طريق الى الهدف اللي احنا عايزين نوصل له ده مرصع ببعض من رجال الاقتصاد والسياسيين في البلد. يعني ايه؟ يعني وجيه وقلم وجيه، واللي يحب وجيه، واللي يركب المركب اللي جاي منها وجيه. وجيه ده يعني كل حاجه، الفلوس، مداخل ومخارج الحاجات، الدولارات، الشيكات، الماني. يعني انا وانت ورقصني يا جدع. تمام. بقول لك ايه؟ والله مروه ما حد يعرف يعمل الليله دي غير انا وانت. ماشي، بس قولي الاول عملت النصبيه بتاعتك دي ازاي؟ لا نتفق الاول. نتفق يا احمد. شوف يا ست مالك متضايقه كده ليه؟ صعب عليا قوي. معلش خلاص بقى كويس الحمد لله، بس انا مش فاهم هما ما رضوش يجوا معانا ليه. مروان هو انت مبسوط؟ مش فاهم سؤالك بالظبط. يعني انا قصدي يعني مبسوط بحياتك؟ مبسوط بالعيشه اللي انت عايشها؟ لا انا مفيش حاجة بعملها بسطاني، وما عنديش حاجة اعملها تانية غير ان انا افضل كده وخلاص. انت واخد بالك انت بتقولي؟ انا واحد ابوه معاه فلوس كتير قوي ومش عارف يعمل بيها ايه، واحد ابوه عنده شركة كبيرة ومش عارف اذا كانت الشركة دي بتاعته ولا مش بتاعته. ساعات كتير قوي ابويا يزعل يقول لي يا ابني روح شركتك، ما تبقاش مهمل كده، دي حاجتك. ساعات يقول لي كبر دماغك، سيبك من الشركة دي خالص. ما بقتش فاهم حاجة. لا الغريب بقى اللي مجنني الناس اللي حواليا. مش قادر أقرر إذا كانوا بيحبوا بعض فعلاً ولا بيكرهوا بعض. الحياة متلخبطة خالص يا أميرة. كان نفسك تطلع إيه مروان؟ ظابط. إيه اللي يضحك كده؟ يعني كل الناس اللي حواليا وانا صغير في المدرسه لما يسالوهم نفسكم تطلعوا ايه يقولوا ظابط شرطة فورت زيهم. بس انا اللي جوايا بصراحه يعني كان نفسي ابقى مرشد سياحي. ليه؟ كان نفسي الف العالم كل يوم ابقى في بلد. طيب ليه ما اشتغلتش مرشد سياحي؟ عشان انا ما اعرفش حاجه، ما درستش يعني، وبعدين انا معيش لغه اساسا كويس، ما طلعتش مرشد سياحي. هقول لك أنا ساعات كتير جدا ببقى متضايق من نفسي. الحاجة الوحيدة في حياتي اللي عملتها بمزاجي إني أقرب منك.
ايه بتضحكي على ايه يعني؟ عايز تفهمني ان انا الحاجه الحلوه اللي في حياتك يعني؟ لا لا ما تقفريش قوي كده، مش للدرجه دي يعني. ماشي. تحب الكوره؟ جدا. تلعبها؟ لا لا ولا بشجعها اساسا. انا يعني بس عشان صحابي لما بيتقابلوا كل يوم بعد ما يخلصوا شغلهم بنقعد مع بعض على كافيه ولا حاجه، طبعا كتير قوي بنبقى قاعدين ساكتين. بس لما بيتكلموا في حاجه بيتكلموا في الكوره، فلازم ابقى فاهم بيتكلموا في ايه عشان ما افضلش قاعد ساكت كده وخلاص. ماشي. طب انت لما بتقعد مع نفسك بتبقى عايز ايه؟ ايه؟ مش عايز تقول؟ نفسي اسيب البلد وهاجر. صراحة يعني انت اخر حد توقعت انه يعمل كده. معلش حسيت باليأس، بس هو من حقك. اتفضلي. من حقك ان انت تحس باليأس وتصور وتتعب وتبقى عايز تقعد لوحدك، بس مش من حقك ان انت تبقى زي اي حد تاني. انت مختلف وانا حسيت ده من اول يوم ما شفتك فيه، من كلامك اللي مخلياني قاعده جنبك دلوقتي. ابني هناك ليه؟ ابني مهما كانت ظروف مرضي ومهما كان وضعي الاجتماعي، ابني ده حاجه تانيه خالص. ما عشان كده لازم تفكر ازاي تغير الوضع ده بحكم شغلك كمان، ما ينفعش تجري ورا الحل التقليدي. تقصدي ايه؟ ما اعرفش، بس لازم تفكر ازاي اي حد في وضعك او ظروفك يبقى له الحق ان هو يشوف ابنه. ده اللي اقصده. انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. الامل والطاقه الايجابيه اللي انت فيها دي فعلا سببهم انا؟ اه بجد والله. اه والله. تشربي صحيح؟ مانجا. مانجا. بعد اذنك. ايه يا راجل انت؟ بقالي ساعة بنده عليك ما بتردش، وبعت لك الواد ابن البقال ما فتحتلهوش، قلت اطلع اشوف فيك ايه؟ انت كويس؟ الحمد لله. انا كويس. ما بتنزلش شغلك ليه؟ انا بعت اخد اجازة من المرتب. وبيني وبينك انا بفكر اسوي معاش. اشتغل ليه؟ انا خدت ايه اصلا من الشغل؟ ايه اللي خدت ايه من الشغل؟ انت تفضل تشتغل كده لغايه ما تفيص، وبعدين الواحد ملوش قيمه من غير شغله. ينزل الشغل، يرجع من الشغل، يشوف ناس يعافر معاهم، تعافر معاهم، يعافروا معاك. ايه؟ وتحاول؟ لا، بس انا عافر ليه وعشان مين؟ خلاص كفايه قوي لحد كده. انا قررت اعيش اليومين اللي فاضلين دول مع نفسي وبس. يعني ايه؟ انا مش فاهمه يعني ايه مع نفسك وبس. بقول لك ايه يا ست جمالات، الله ينور طريقك، انا مش طايق نفسي اصلا. ومين سامعك يا اخويا؟ مين طايق نفسه؟ الدنيا عماله تشيل وتحط فينا، بس برضه لازم الواحد كده يشم هوا، يشوف ناس، يقعد مع ناس. بقول لك ايه؟ ما تروح تقعد مع عبد الله، هو مش صاحبك. انا ماليش اصحاب ومش عايز اعرف حد، وسيبيني بقى، سيبيني. ايه في ايه؟ انا غلطانه؟ انا قلت الجار للجاره اجي اسال عليك، تقف فيا كده. بقول لك يا ست جمالات، انا مش عايز حد يسال عليا، ايه رايك بقى؟ وبعدين اشمعنى دلوقتي؟ انا طول عمري عايش لوحدي محدش بيسال عليا. ايه؟ فرقت دلوقتي ها؟ بقول لك ايه؟ انا تعبان ومش طايق نفسي وعايز انام، يلا يلا. ايه اللي يلا يلا؟ انت بتطردني؟ لا بطردك ولا بتطيل. انا غلطانه، قلبي الطيب ده يستاهل ضرب الجزم. خليك كده. أنا مش عايز أشوف حد، مش عايز أشوف حد، مش عايز أعرف حد، لأني لما بشوف حد بتعب، بحس إن عمري راح، بحس إني ولا حاجة. يا ناس أنا مش عايز أسمع كلام من حد، سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. اشتغل أنزل من هنا أصلا ليه؟ أسأل عن الناس ليه؟ الناس تسأل عليا ليه؟ يسألوا عليا ليه؟
ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اتفضل اخرج بره. عيب الموظفين يسمعوا. ما يسمعوا ولا ان شاء الله يولعوا. بعدين بقى اهدي، مش كده يا حبيبتي؟ انت ناسيه ان انا ليا حق الاداره في الشركه دي. لا انت مالكش اي حق هنا، وانت اول واحد عارف كده كويس قوي. احنا الظاهر ما قلنالكيش. معلش يا حبيبتي انا اسف، بس انت مش تعالي بس. انا اصلي جيت هنا يا روحي واتفقت مع الاستاذ سمير على الكلام ده. انا طبعا ما قلتلوش على اي حاجه من اللي حصلت بينا. انا ما بحبش اصلي اطلع اسرار بيتنا بره. نعم تعالي هنا. اوعى كده، اوعى. كويس ان انتي هنا. عرفتي ايه اللي حصل؟ تعالي في المكتب نتكلم. سامح بيه جوه. طب خلاص تعالي نطلع بره نقعد في اي مكان نتكلم. يلا 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 حبيبتي. بصي يا عد تعبت معايا ورايح جاي. ريتني اتقدر بس لو 100 جنيه ولا حاجه كان ماشيها. لو كنت جيتي في اوبر كنت دفعتي قد ايه؟ يا غلس. ماشي. لا بجد متشكره، وبالذات على اللي عملته النهارده. انا ما عملتش حاجه، انا عملت الواجب. سيبي لي نفسك انت بس و... مفيش دعوة. لا يا اخويا خاف. طب ما حلو على فكرة انك تخافي. اصل الخوف ده بيجي من وراه حاجات حلوة كتير. وبعدين انا هحطك في عناية على فكرة. في عناية. انا اول مرة اشوفك بتتكلم بالطريقة دي. اتغيرت كتير. وانا ما كنتش واخدة بالي. لا على فكرة انا كده من زمان. بس انت اللي ما كنتش واخدة بالك. بس كويس انك خدت بالك يعني. كويس. طيب ميرسي. راحوا فين؟ انا مروحه. ماشي. ايدك معلش يا ناس. باي. باي. فلوسها كتير الحكايه دي يا متولي؟ دي كتير قوي يا امه، كتير قوي. طب وليه ما نشتغلش على خط الصعيد؟ لا خط السعيد ده بقى ممنوع. هو ايه اللي ممنوع يا واد؟ ايه ياما في ايه؟ اوعى خلي لك تكوني عايزه تشتغل الشغلانه دي. وما اشتغلش ليه يا ضناي؟ اللي انا شفته وانت بعيد محدش شافه. اتذليت ذل بعد ما كنت خليله اللي ماشيه في الشارع راسها مرفوعه وكرامتها متصانه، بقيت بسرح بمناديل ورق اللي يسوى واللي ما يسواش يقول لي يحنن. معلش يا ماما. سامحيني يا ماما والله العظيم ما عارفه اسامح نفسي من اللي انا عملته فيك. بص يا ضناي. بعد اللي حصل لي ده أنا عرفت حاجة مهمة، عرفت إن القرش هو السند والعزوة والقوة. معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش ما تساويش. لما تجيلك بقى الفرصة إنك تعمل فلوس وفلوس كتير قوي تمسك فيها كده بإيديك والسند ما تفوتهاش. وعهد الله ده المبدأ اللي أنا ماشي بيه. أنا بقى معاك، أنا مسافرة بكرة. مسافرة رايحة فين ياما؟ رايحة لحد أسيوط كده مشوار، ولما أرجع يا ضنايا هقول لك هنعمل إيه. أسيوط إيه؟ أسيوط يا خليلة تعالي هنا. أسيوط إيه؟ أنا دلوقتي شغال مع أحمد، ولو أحمد أحمد ده مين وعمر مين؟ أحمد ده جت كده معاه يا ضنايا بالصدفة، وبعدين بلحة مش هينساله اللي عمله فيه زمان. لا لا ده أنت قصدك كده كبير قوي يا خليلة. قصدي يا ضنايا إن أنت اللي تبقى المعلم. المعلم متولي. ده أنت اللي دليته على السكة، ما ينفعش حد غيرك أبداً يبقى المعلم. أنا مش عايزة ألاقي نفسنا كده فجأة في الشارع. أنت السبب. مش انت اللي امنتي له؟ وانا كنت اعرف ان حيلي بالقلبه دي برضه. ولا الزفت التاني طلع واطي. طب والعمل؟ لازم نشوف حل، لازم نشوف حل. ما انت السبب في كل حاجه من الاول. انا قلت لك انا مش مستريحه له. سيبك من مين السبب دلوقتي، لازم نفكر هنعمل ايه انا وانت. انا عملت حاجه كده قرصت ودني. اما اشوف بقى هيعمل ايه بعدين. Oh! Oh! Oh!
ايتن هانم، كل حضرتك امرت بيه نفذ بالظبط. بقيت قاعد في العز ده كله وسايبني مع العقارب في جحر العقارب وحدي، اكل طقه وافوت طقه واحط القرش على القرش. اخس عليك اخس عليك يا جاحد يا ناكل للجميل. ايه دي اما هفهمك انا هفهمك اما، وانت خليت فيها اما بايام ما انا ما ينفعش اقعد مع ولاد خالي علشان الكبريت والبنزين والجاز والولاعه، وانت علشان تيجي وتمشي وتقعد في العز ده. ايه ده يا ولد؟ ده عش مستورد؟ طبعا. وده ولا جزمة بتاكل ايه مجوهرات؟ سايبني انا في الحارة والقشر وانت قاعد هنا قلبي وربي غضبانين عليه. خلاص يما خلاص، قولي لي بس انت عايزه ايه وانا اعمله لك. انا قاعدة هنا، انا مش ماشية من هنا يا حلاوة. تقعدي فوق راسي وهتني هنا. ماشي. وعايزة قمرير. عايزة ايه؟ عايزه كاماريره شغاله يعني، وانا ما استاهلش ولا ايه؟ وانت عرفت منين كلمه كاماريره دي؟ بيقولوا كده. ماشي هجيب لك الكاماريره دي. ماشي. انا عايزك تمدي ايدك وتاكلي. اكل ايه يا ابني؟ الحاجات دي انا ما اعرفهاش. فاكره يا امه لما كنت بتخبي مني الكباب؟ انا عمري عمري ما اخبي منك اكل. يا سلام. كل يا حبيبتي. انت خبيت مني الفيلا كلها. دي بقى اسمها ميني بيتزا. ميني بيتزا؟ مين قلة الادب ده؟ بعد ابعد. ميني بيتزا. خدي بس خدي. وانا مش عرفني ده اكل يهود ولا لا ايه؟ لا 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 يعجبك قوي. ميني بيتزا. ده عيش يا معفن. بيضحكوا عليكم. ده عيش. بس افرنجي. انا عايزك تاخد راحتك في البيت ده كله. اعتبريه مش تعتبريه. هو اصلا بتاعك يا حبيبتي. كل ده بفضل دعواتك، بس انت بس بادعي لي. سامح انت كويس يا حبيبي؟ انا جاي اقول لك كلمتين بس وامشي على طول، بس بليز ركز فيهم كويس. انا ما بتكسرش يعني، من الاخر كده محدش يقدر يلوي دراعي. وعشان ابقى واضحه معاك، ودي حاجه صعبه قوي انها تحصل، بس عشان انت غالي عندي، اللي حصل ده قرصة ودن خفيفة. عشان تفهم كويس قوي ان اللي يدوس لأيتن على طرف افرمه. ربنا يشفيك يا حبيبي وتخرج من المستشفى بألف سلامة. بس ده بقى متوقف على كلمتين تقولهم. انت طالب. عارف لو قلتهم دلوقتي هترحم نفسك من بلاوي كتير قوي لسه جاية. سلامتك يا روحي. باي. ايه الاخبار؟ انا كنت عايزه اكلمك امبارح يعني تسيبك تستريح وتنام. انا عايز اشكرك علشان اللي عملتي معايا امبارح. انت عارف انا مبسوطه قوي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان حاسه ان انا بقى عندي طاقه ايجابيه كبيره قوي، وعرفت ان انا انقلها لحد، وده مخليني قويه جدا. انا مبسوط عشان عرفت واحده زيك على فكره. بص انا عايزه اقول لك على حاجه انت لازم تعملها، وانا كمان هعملها معاك. قولي عايزاني نعمل ايه؟ بص بقى، انت لازم تقرا كل القوانين الخاصه بالموضوع بتاعك ده، لازم تقراها كلها، تفنطها يمين وشمال وفوق وتحت، لازم نبقى عارفين ايه حقنا وهناخده ازاي. انت بتتكلمي بجد؟ انت عايزاني اذاكر القانون؟ ايوه طبعا، ولا ابنك ما يستاهلش. لا يستاهل، بس انا معايا محامي ومعايا كل التفاصيل. المحامي ده على عيني وعلى راسي، بس انت الوحيد اللي تقدر تجيب حقك. المحامي ده يعني في اخر اليوم بياخد الموضوع ده كشغلانه. ممكن ما اعرفش ايه الاخطاء، انت لازم تعرف ايه الاخطاء دي عشان نعرف ناخد حقنا. مش صعبه دي؟ لا طبعا مش صعبه. ها قلت ايه؟ على فكره انا معاكي، مش هقدر اقول لا على حاجه.
ثلاجة؟ دي مليانة حاجات حلوة وحاجات تحكي كده. لا حول الله يا رب. ايه يا ولد؟ تعالي معايا يا امي، تعالي. تعالى هنا. عايزة ايه؟ ايه فيها بقيت؟ المال السايب يعلم السرقة. مال سايب يعلم سرقة؟ في التلاجة يا امي، في التلاجة. اه. تعالي بس معايا، تعالي. تعالي ده انت وقعتي قلبي. انا قلت ايه؟ لقيتي فار في التلاجة ولا حاجة؟ فار ايه؟ يا واد. الشغالين دول عينيهم فارغه، يعني تقولها هاتي لي حاجه من الثلاجه تروح مد ايديها واخده حاجه. يما يما ارجوكي ابوس ايدك اسمعي كلامي وافهميه، انت تقعدي في الاوضه والشغالين يجيبوا لك الحاجه لغايه عندك. ما انت هتفلس كده يا ولا هتفتقر. ايه الكبه دي؟ بقول لك ايه؟ قولي. انا هقعد في الفيلا هنا بقى، مش هرجع الحاره. نوري، انت تأمري واحنا ننفذ على طول. ها في حاجه تاني؟ اه. ايه بقى؟ بص، الشقه اللي هم قاعدين يبرطعوا فيها دي هنقفلها. دي تجيب شيء وشويات، هنأجرها تجيب 600 جنيه. 600 جنيه؟ اه. 600 جنيه ايه ياما؟ انت مش شايفه العيشه اللي احنا عايشينها؟ 600 جنيه بالنسبه لنا يعني ملاليم دلوقتي. يا حبيبي يا ابني، 600 جنيه ملاليم بالنسبه لك؟ طبعا، امال ايه؟ الله، ده والنبي ربنا استجاب له دعائي. طول عمري عارفة إن أنت ربنا بيحبك وهيفتحها لك، وأنا أدعي لك يا رب يفتحها في وشك ست غرز. حلوة يا سيدة، والنبي عزم. وأدعي ربنا يفتحها في وشك، وطول عمر ربنا يحبك وناويها لك. والله أنا كل ركعة وكل صلاة كنت بدعي لك. ركعة إيه وصلاة إيه يا أم؟ وأنت عمرك سجدتيها؟ إيه يا ولد؟ من سن 7 سنين وانا بركع وبصلي، انت اللي ما بتاخدش بالك. ايوه صح، انا ما باخدش بالي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت خلاص ربنا فتحها عليك. أيوة. وبقيت كبير المقام، ومقام امك من مقامك. طبعا. لازم بقى البس بقى شيك وحاجات. اجيب لك يا ماما والله. وذهب. يا حبيبتي ده انت تطلبي عيوني. الله يخليك. ذهب يا واد كتير كده. حاضر. ورصيد في البنك. رأيي؟ رصيد في البنك. أنا مش هتكلم معاك. ولا عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ رصيد في البنك. ماشي يا أم، عشان عيونك الحلوة دي هحط لك رصيد في البنك. حاجة تاني؟ بقول لك إيه؟ هنا عاملين حفرة كده وحاطين فيها مية، بيسموها بسين، حمام سباحة يعني. معكيش مية وتنزلي تاخد لك خصين ولا حاجة؟ قطعة واحدة. عسل يا أم أحمد، يا عسل. يا حبيبي يا حبيبي، ربنا يحميك، ربنا يحرسك. ياللي عمرك ما قلت لي لا، ياللي عمرك ما شحططتني وراك. كل حاجه بتعملها لي ودغري في حياتي. حبيبي 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 طول عمرك. يا رب يا رب يريحك يا ابن بطني. استنى يا جمال، ايه اللي انت عملته ده؟ انت مجنون؟ طب انت بتشتغل ايه؟ كنت سويت معاشك يا اخي، انما تستقيل يا جمال. استنى، المدير بعيد يتفاهم معاك. انت عيشة عمر يا جمال في ايه؟ استنى ليه؟ عشان شغلك ووظيفتك. شغل ايه؟ تقدر تقول لي بشتغل ايه؟ تقدر تقول لي ايه شغلتي؟ بقالي 20 سنة، 20 سنة قاعد على مكتبي. تقدر تقول انا عملت ايه؟ ايه اللي انا وصلت له؟ من يوم ما دخلت هنا ولغايه دلوقتي وانا زي ما انا. ايه اللي جابني هنا؟ راجل زي خريج سياحه وفنادق بيعمل هنا ايه؟ قعدت هنا اشتغل ايه؟ وسط مكتب حسابات وارقام. ليه؟ قبلت ازاي؟ انا عملت في نفسي كده ليه؟ انت تقدر تقول لي مرتبك كام؟ بتقبض كام؟ عملت ايه؟ كلها هربت من بين ايديك في لحظة واحدة. تقول انت بتشتغل ايه؟ غير انك كل يوم بتيجي الصبح تدي وتقعد على مكتب وتقعد تستنى المرتب والعلاوة وتناقش غلاء الأسعار اللي كل يوم بتغلى وانت مش عارف تعمل ايه. يا جمال حياتنا كده، هنعمل ايه بس؟ مش عايز حد يقول لي كده. مش عايز حد يقول لي حرام عليك. مش عايز حد يقول لي اضرب الميري. مش عايز حد يقول لي امشي جنب الحيطة. مش عايز حد يقول لي خليك طيب. تقدر تقول لي طموحاتي، أحلامي اللي أنا حلمت بيها في حياتي، حققت إيه منها؟ ولا حاجة. أنت حققت إيه؟ ولا حاجة.
انت نفسك. بيت ولا حاجه. هات من الاخر حكم، انا ما بحبش اللف والدوران. حاضر، انا عايز اتجوز في ريال. وانت بقى ان شاء الله بتشتغل ايه ولا بتعمل ايه في حياتك عشان تيجي تقولي انا عايز اتجوز البت؟ انا يا ست الكل شغال في شركه مهمه قوي في البلد اليومين دول. اه، مع الموكوس احمد. وموكوس ليه؟ ده بقى راجل ما شاء الله عليه فلوس بتجري في ايده، وبعدين كلها سنه، سنه واحده ويبقى مليونير. منين يا واد يا متولي؟ قولي منين ايه ده؟ بس هو كان في واحد صاحبنا جه فتح شركه هنا في مصر، وبعد كده جات له مصلحه بره فساب احمد يديرها. الكلام ده بقى ما يخلش عليا انا. وغلاوتك عندي هو ده اللي بيحصل. طب ماشي. امك مالها؟ امي ما جاتش معاك ليه؟ امي جالها عزا كده، راحت البلد تعمل الواجب وجاي على طول، واول ما تيجي هجيبها لك هنا. وانت ما سافرتش معاها ليه؟ في يا ست كله وتحقيق ولا ايه؟ ما انا قاعد برد عليك من بدري اهو. طبعا تحقيق، دي بنتي الحيله، لازم اعرف كل حاجه عن اللي عايز يتجوزها. حاضر. خلاص يا ام فريال، انا موافقه على متولي. انت تخرصي خالص، ما اسمعش صوتك. ما تسمعيش صوتي ليه؟ ماليش لسان اتكلم بيه. يا بنت العبيطه تلمي، استني اما الواد ينزل. واد متولي؟ واد ده حتى زي القمر. يا بنت العبيطه اهدي. بقولك ايه، من الاخر كده انا موافقه عليه، وبعدين هو في احسن من متولي. ماشي يا ست الكل، انا هستاذن انا بقى، واول ما يكون في رد ان شاء الله هتلاقيني قدام. السلام عليكم. ما شربتش يعني الشاي يا متولي؟ رد ايه يا اخويا؟ ما خلاص، مع السلامه والقلب دعيلك. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت، يا بنت ما تبقيش مرميه عليه كده. مرميه عليه ده ايه؟ ده هو اللي هيموت عليا. آه، والباشا بقى اللي كانت عينك هتطلع عليه، وكنتي تقعدي طول الليل ورا الشباك مستنياه يعدي. خلاص بح. اللي بعنا بيعه. ايه؟ باعك؟ لا افهم. من الاخر كده احمد ملوش في الجواز. والنبي ده ايه؟ وعرفتي ده امتى بقى ان شاء الله؟ عرفته خلاص بقى ياما، هو تحقيق. اه، وانتي بقى بتتجوزي متولي ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ بت، اوعي تفتكري ان انا مش فاهماكي، ده انا امك، عجناكي وخبزاكي. اوعي يكون عقلك يقولك انك تتجوزي متولي عشان تبقي مع الموكوس التاني. ايه يا ما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ شيلي احمد من دماغك، انا شلته من دماغي. وبعدين انت مش طول الوقت نفسك تتجوزيني واحد كويس وعنده مستقبل؟ انا بقى هعمل لك ده؟ هو انا لازم افضل متعلقه في الحبال الدايبه؟ ماشي يا بنت جمالات، هصدقك، بس انا قلبي هنا مش مستريح. طب انا كنت اعمل ايه؟ انا لما خرجت ما لقيتش حاجه اشتغلها، ولما اشتغلت في الحكومه كنت فاكر ان انا حظي حلو. انت حمار، انت حمار يا جميل. كان لازم تفهم ان الحكومه دي عامله زي القبر، اللي بيدخله ما بيخرجش. بس بعدين العمر راح، حتى لو حاولت ابتدي من الاول. عم جمال، ايه اللي جابك هنا؟ شبوره، نعم هات الطلبيه بتاعتي. انا يا استاذ. هو انت بتعملي ايه هنا؟ انا ببيع وبشتري. انت عارف انا كنت هاجي لك الوزاره، بس قلت اسيبك كده لحد ما تفوق. افوق يعني ايه؟ انت قصدك ايه؟ قصدك ان انا مجنون؟ انا ما قلتش كده. في ايه يا عم جمال؟ ما تهدى شويه. انا عايز اعرف انت قصدك ايه بالظبط؟ والله العظيم ما قصدت حاجه. ده انت حبيبي يا عم جمال وحبيب بابا، وانا اي حد ابويا يحبه انا احبه واشيله فوق دماغي. انت عارف انا زعلانه منك قوي عشان ما بقتش تسال علينا ولا تيجي. ابوك الله يرحمك يا عبد العزيز. الله يرحمه، كان بيحبك قوي، وكان بيقول لنا انك اخوه، ولو كان ليه اخ ما كانش هيحبه زيك. انا كمان كنت بحبه قوي. انت حبيبي صح؟ وزي بابا. مش قوي كده. ابوك كان اكبر مني بكام يوم يعني.
طب انا عايزه اقول لك على حاجه، بس اوعى تزعل او تتضربن عليا. لا قول. طب اشرب شاي الاول. انت زعلان عشان كاميليا؟ هي الخسرانه. اه والله العظيم هي الخسرانه، بس برضو انت كمان غلطان. اه المفروض اللي يقول لك لا يبقى هو الخسران. ما تزعلش قوي كده وتتضايق وتروح مستشفى، على ايه كل ده؟ قصدك ايه؟ الدنيا مش مستاهله يا عم جمال. عملتي ايه؟ انا خلاص قرفت من الناس دي، وديني لو ما كانوا يدفعوا اللي عليهم لا اعمل لهم اي مشكله في المكان. انا مش قلت لك اتفقي مع الصراف يخصم من المرتبات؟ عملوا معاه مشكله وقالوا مش من حقه يعمل كده. المهم لميتي كام من الاخر؟ يلا 2000 جنيه اهو، وفي 1000 كمان بكره. طب حلوين. بنت منى، ايه الجمال اللي داخل عليه كده؟ دي صاحبتي يا عم جمال، نغم. وايه ده؟ ده القسط بتاع الحاجه اللي الناس واخداها مننا. معقول؟ انتوا شغلانتكم بتكسب قوي كده؟ انت هتقر ولا ايه يا عم جمال؟ انت رايحه فين؟ هو انا المفروض اديكي تقرير عن تحركاتي ولا ايه؟ اه المفروض تديني تقرير عن تحركاتك، وعشان تبقي فاهمه من هنا ورايح انا لازم اعرف انت بتعملي ايه بالظبط. لا يا عيد، انت مش ولي امري، عن اذنك استني هنا. في ايه؟ تتخانقوا ليه على الصبح؟ مامي فهمي بنتك دي ان هي من هنا ورايح لا هتتحرك ولا تروح ولا تيجي غير واحنا عارفين كل تحركاتها، ونبقى عارفين هي بتعمل ايه بالذات بعد علاقتها بمروان باشا. طب سيبيلي الموضوع ده انا. لا وعلى فكره اللي انا بقوله هو اللي هيتعمل. انت اتجننتي ولا ايه؟ مامي الناس دي لازم تفهم ان كل حاجه بقت مكشوفه خلاص. احنا هنقعد نخبي؟ هنلف وندور ليه يعني؟ طب روحي يا حبيبتي انت دلوقتي يلا. تروح فين؟ مش هتروح في حته. دي لازم تفضل قاعده هنا وتسمع كل كلمه بتتقال وتعرف المصايب اللي احنا فيها. مصايب ايه؟ بقول لك ايه؟ انت تسمعي كل كلمه بقولها وانت ساكته. لا مش هسمعها وانا ساكته، لازم افهم. تعالوا تعالوا اوريكم المصايب اللي احنا فيها، اقولها لكم. سمير ممكن يدخلني السجن. كملي احكي لها كل حاجه خليها تعرف بدل ما تفضل تهاتي وتوجع في قلبنا. وممكن نلاقي نفسنا في الشارع مش لاقيين. مش هيحصل. لا ممكن يحصل. اصل انا يا ميرا. هتقولي لها يا ماما ماضيه شكات على نفسك، عرفيها. ليه كل ده؟ والله انا سالتها السؤال ده كتير جدا مش راضيه تجاوب. يمكن دلوقتي تجاوب عليك انت. اقول ايه بس؟ تقولي لي ليه عملتي كده؟ الكلام ده كان من زمان قوي. طب وعبد الله؟ عبد الله باعك. بيع اللي يبيعك واشتري اللي مشتريكي. على الاقل نخرج ونروح ونيجي مع بعض، ومحدش يقدر يقول لنا تلت التلاته كام. بس انا مش هسيب عيالي. عيالك ده ايه؟ العيال دول في عينيا الاثنين. بس لا مؤاخذه كده يعني انت ما حلتكش اللضا. صح، بس انا عندي عمليه كده لو تمت هتبقى فلة. فطمني. أفطمك؟ المحاسب خد الدفعة اللي اتدفعت في المصنع كله وعايز يحطها في البنك. والبنك بكرة أجازة. بالظبط، هو ده بيت القصيد. بس أنا ليا طلب صغير عنك. أمرني. عبد الله عايزه يجي شقة المحاسب. اشمعنى؟ من غير اشمعنى. الله، في إيه؟ أنت عايزة تقب وتبقي فوق ولا لأ؟ ده أنا بحلم باليوم ده يا سمير. خلاص يبقى من غير ولا سؤال تنفذي اللي بقولك عليه يا قمر. ماشي ماشي. انا ايه اللي يضمن لي اللي انتوا بتتكلموا فيه ده؟ عيب عليك. انت خايف من ايه بس؟ اخاف من ايه يا زينب؟ دي روح بني ادم يا جماعه. انت لو سمعت اللي انا قلته لك ونفذته صدقني هتبقى فله. اسمع بس انت الكلام وصدقني هتروق وتحلى يا راجل. تروق ايه بس يا سمير؟ إيه انا مش مستريح يا جماعه. لا لا مستريح يا حبيبي. اهدى ايه ده؟ ودي مش كده. وعبد الله اتسجن وشال الليله كلها. يعني انت كنت تعرفي عبد الله ده قبل ما تسيبي بابا مش كده؟ انا بقول لكم الكلام ده عشان نعرف، عشان نعرف نتصرف ازاي مع سمير، مش عشان تسالني السؤال ده يا امير. اقول لكم نقتله.
نشهد ان اي حد تاني هو اللي عمل كده. ولا اقول لكم، احنا ممكن نقول ان مروان هو اللي قتل ابوه علشان كان بيعامله وحش، وعشان ما كانش مديله وضعه في الشركه. ولو مروان هو كمان خطر علينا نقتله بالمره، ولا اي حد تاني يلبس القضيه دي. عادي مش جديد، صح يا ست زينب؟ قصدي يا زينب هاني. طب والنبي يا اميره تهدي شويه بس، اهدي. اهدى؟ اهدى ازاي بعد اللي سمعته منكو ده؟ طول الوقت عماله اقول انت عندك حق، طول الوقت عماله اقول من حقك تدوري على حياه تانيه. صحيح الفقر وحش وفي ناس تستحمل وناس لا، طول الوقت عماله اقنع نفسي باي شكل انك صح. حتى لما جيت هنا بقول مش مشكله، امي برضو مهما كان، لكن لا لا صدقيني يا حبيبتي كان غصب عني، غصب عني يا امير. هو كل حاجه غصب عنك؟ اي حاجه نعملها تبقى غصب عننا؟ الكلمه دي بقت بايخه قوي على فكره، عن اذنك. استني يا حبيبتي استني، رايحه فين؟ استنى، انا مش عايزه اعرف حد فيكم، مش عايزه اي حد فيكم يكلمني ولا حتى يفكر يدور عليا. سامعين؟ ميرا ميرا استني يا حبيبتي. منها سيبيها يا ماما، هي شويه وهترجع. هتروح فين يعني؟ هتروح الحاره؟ اذا كان هم نفسهم في الحاره عايشين بالعافيه هيعيشوها هي كمان معاهم. هي بس مش فاهمه الدنيا كويس. انا خايفه يا ايدن. والنبي يا مامي بطلي خوف وقلق شويه وخلينا نفكر صح. اول حاجه عايزين نفكر في الفلوس اللي انت ماضيه بيها شيكات دي، وكمان لازم نفكر في سامح. عندك حق. طب بصي بقى، انا عايزه كل ورقه تخصك وكل ورقه تخص الشركه، احنا مش هينفع نسيب نفسنا كده. انت رايحه فين وسايباني؟ رايحه الشركه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا يا نسا معروف. اهلا بيك يا احمد بيه. ازاي حضرتك يا استاذ وجيه؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا. ميرسي. اتفضل. اشكرك والله، شرفتينا يا نسا مرو. ميرسي. شرفتنا طبعا يا احمد بيه. اشكرك. الحقيقه انا عارف طبعا ان وقت سعادتك ضيق، بس انا كان نفسي اتعرف على حضرتك من زمان. يا فندم ده شرف لينا، زائد يعني ان انا ما اقدرش ارفض طلب للانسه مرو. انا في الاول طبعا عايز ابدي اعجابي بكتابات سعادتك وبشخصيه سعادتك العظيمه. اشكرك طبعا على ذوقك. هو انا اولا مش عارفه ليه احمد طلب ان هو يقابلك او ايه اللي في دماغه بالظبط، بس اللي انا اعرفه متاكده منه ان مفيش رجل اعمال بيحب يقابل حد الا اذا كان في سبب او مصلحه. طب الاول تشربوا ايه؟ لا 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 ولا حاجه، انا همشي على طول اصلا. شوف وجيه بيه، انا هختصر على حضرتك السكه، انا محتاج دعم من سعادتك. معلش ممكن توضح؟ استاذ وجيه، حضرتك طبعا شخصية معروفة في البلد، شخصية مهمة طبعا، ده غير علاقاتك الكبيرة وثقة قرائك فيك. معلش بمعنى ايه؟ شوف يا زوجيه، انا عندي شركة صرافة، هي اي نعم لسه في الاول، بس المهم اللي انا عايز اقوله ان مش هو ده المشروع اللي انا عايز استقر عليه. انا في دماغي عدة مشاريع عايز ادخل فيها. ايوه زي ايه بالظبط؟ انا عايز اعمل محطة فضائية. محطة فضائية؟ طب وانا دخلي ايه؟ وبعدين يعني على ما اعتقد المحطة الفضائية دي مش هتفيدك في شغلك، هتفيدك في ايه؟ انا شايف ان المحطة الفضائية مكلفة جدا ومش دايما بتكسب، لا ساعات بتخسر. وما تصدقش الكلام اللي بيقول ان المحطات الفضائية بتكسب مكسب مهول، ده مش دايما صحيح. بص يا سواجي، انا هجيب لسعادتك من الاخر، انا عايز اكون شخصيه معروفه، شخصيه مشهوره، شخصيه ليها ضغط اجتماعي على ناس في البلد. حضرتك طبعا زي ما انت عارف ان في مشاريع كتير ومصالح كتير ما بتمشيش غير بالشكل ده. اه طبعا.
طب وانت متخيل ان انت بعد الكلام اللي انت قلته ده انا ممكن ادعمك؟ استاذ وجيه، انا مش بطلب منك حاجه غلط لا سمح الله. انا كل اللي بطلبه ان حضرتك تساعدني اني اعمل اعلام نظيف، اعلام محترم يفيد الناس، غير المشاريع القوميه اللي انا عايز ادخل فيها اللي هي هتفيد البلد قبل ما هتفيدنا احنا اصلا. ان كان كده الوضع مختلف اكيد. طيب انا مضطر استاذن بقى دلوقتي عشان عندي ميعاد مهم جدا لازم الحقه. هتيجي معايا مروه ولا لا انا عايزه اقعد مع الاستاذ وجيه شويه. طيب اوكي، اسيبكم براحتكم. يا ريت بقى تكلميني لما تخلصي، ويا ريت تعدي عليا في المكتب عشان عايز اتفرج. اوكي استاذن. انا شرفت يا فندم. شرفت يا احمد بيه. اتفضل اتفضل اتفضل. شكله شاطر قوي. والله انا كنت متوقعه ان انت هترفض. ليه يعني؟ الحقيقه هو كلامه منطقي وما فيهوش اي حاجه مشينه. طبعا. تعرفي ان انت جميله قوي. هو انت بتعاكسني؟ لا خالص، انا عاكس برضو، ده اسمه كلام. تحبي ان انا اكلمك بصراحه على طول كده؟ يا ريت. بصي بقى، انا فعلا معجب بيكي ومستخسرك في الشغل عند مدحت. زعليش يعني مني، مكانتك مش حلوه هناك. وبعدين اللي بيشتغلوا هناك في الشركات دي انا بحس ان هم سوري في اللفظ مش مظبوطين. لا بس الاستاذ مدحت محترم قوي ومظبوط. استاذ مدحت محترم؟ ده على اساس ان انا ما اعرفوش اصلا. والله لو هو مش محترم انا اقدر اخليه يحترم نفسه معايا غصب عنه. لا لا لا، انت فهمتيني غلط، انا ما اقصدش. بص، هو انا بحب شغلي قوي معاه وبحترم شغلي معاه، وكل شغل وليه مشاكله وليه الكلام الكتير عليه. انت مثلا كل يوم يكتب عنك كلام اوحش من اللي قبل، وعادي بنكمل. ما احنا لو هنمشي ورا كل واحد بيتكلم علينا هنقعد في بيوتنا ومحدش عارف عننا حاجه. صح صح، كلامك مظبوط، بس انا يعني كنت حابب احذرك منه يعني عشان تاخدي بالك منه. حاضر، من عينيا هاخد بالي. طب ايه، انت ممكن تشتغلي معايا هنا وفي مكانه احسن من اللي عند مدحت. يعني انت مش بتحب الصحافه؟ بكرهها، مش بطيئه. خلاص براحتك، بس كان اسمك هينور وهتبقي مشهوره وتعملي علاقات. والله انا شايفه ان انا اسمي منور من غير اي حاجه، من غير ما ابقى صحفيه او اي حاجه، يعني الحمد لله لحد كده. ماشي ماشي يا انسه مروه. بابا لمار سابت البيت وراحت قعدت عند ماما. ما انا عارف، هي كلمتني وقالت لي. بابا كفايه بقى لحد كده، حضرتك تقدر تحل الموضوع. انا مش عايز احل حاجه يا ابني، انا مبسوط كده. مبسوط كده؟ مبسوط ان كل واحد فينا في ناحيه، بعد ما كان كل واحد فينا عايش جنب التاني تحت سقف بيت واحد. كنا عايشين في بيت واحد لكن كنا مش متفاهمين. طب وايه يعني؟ ما كل الناس كده، مفيش حد حياته 100 100 يعني. يا ابني انت مش فاهم حاجه. لا يا بابا فاهم. بابا ايه اللي هيحصل بعد الامر ده كله لو كل واحد فيكم عاش بعيد عن التاني غير القلق والتعب والتوتر؟ انت وماما عشتوا مع بعض اجمل سن عمركم. اللي حصل ده ظرف عارض، اعتبره اختبار، وانت ان شاء الله هتنجح في الاختبار ده وتحافظ على البيت، حتى عشان خاطر لامار. حتى انت فاهم يعني لو حسيت اني هبقى مبسوط وسعيد لو رجعت مش هعمل كده. وانت جاي يا بابا تشوف اذا كنت هتبقى مبسوط وسعيد دلوقتي؟ يعني جاي بعد السنين دي كلها وتحسبها دلوقتي؟ هو ده اللي انت مش قادر تفهمه. زمان ما كنتش هقدر احسبها، كنت انت لسه صغير واختك كانت لسه صغيره، كان لازم استحمل كل شيء علشانكم. لكن دلوقتي انتوا كبرتوا، بقيتوا فاهمين كل حاجه. على فكره مامتك نفسها مش عايزه ترجع، هي مرتاحه كده. ليه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ انها مصدقه نفسها، عايشه مشاكل جوه دماغها هي وبس، حاسه ان في حاجه عني هي ما تعرفهاش. تسمع كلام الناس اللي بغى، كان كلامي انا لا، اي كلمه بقولها ببقى عايز اسيطر بيها عليها، ونفس الكلام ده لو سمعته من حد بغى بيبقى كويس وعادي. معلش يا بابا، انت استحملتها كتير، ما فيهاش حاجه لما تستحملها شويه كمان يعني؟ لا يا ابني، صعب صعب جدا. انا اسف، لازم تعترف بغلطها، لازم الاول تتغير. أنا متأكد من جوايا إن أنت بتعند أبو سعيد، بس برضه متأكد إنها لو كلمتك هتروح لها جري. أعرف يا سعيد، أنا مبسوط قوي إني بتكلم معاك كده، مش زي أب وابنه، لأ، زي ما يكون اتنين أصحاب
الإحساس ده مش هتحسه لما تخلف. إحساس عظيم قوي يا ابني. ربنا يخليك ليا. ما سألتيش عليا على فكرة. كنت مشغولة قوي والله. ده إيه ده؟ دي رواية هتقريها؟ لا دي رواية بتاعتنا. ضي القمر. حلو الاسم. يعني اهو بحاول. طيب تسمحي لي اقراها؟ اه ممكن، بس انا كنت عايزه اراجعها مراجعه اخيره. لا انت ما تراجعهاش، لانه رايك مش هيبقى ليه اي اساس، لان انت اللي كاتبه كل كلمه فيها. انا اعتقد ان الروايه دي عايزه راي من بره. تسمحي لي اخدها واصل عليها واقول لك رايي؟ ايوه بس. مفيش بس. شفتي بقى انا اجدع منك ازاي؟ على فكرة بقى، أنت لو كنت احتجتي لي في أي موقف كنت هسيب كل اللي في إيدي وانزل لك جري، مش زي ما أنت عملتي أحتاج لك في موقف وأكلمك وتطنشي. سلام. بقول لك إيه؟ لو حد سأل عليا قولي له إن أنا في الكافيتيريا اللي جنب الدار. كده يا كبير الكمية كلها خلصانة وما عادش في حباية واحدة ناقصة. كويس. بس انت ايه بقى خيالك شارخ فين؟ انت مالك؟ انت تعمل اللي انا اقولك عليه وبس يا ميتو، فاهم؟ تمام. روح ابعت لابو كرم. اهلا، ازيك يا متولي؟ ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. سمعت انت هتتجوز في ريال؟ اه بس هي لسه ما ردتش عليا، بس قريب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هتوافق، ما تقلقش. هتلاقي زيك فين؟ عن اذنك. وحشني يا احمد. يا اهلا يا اهلا. تعالي يا مروة تعالي. قول لي بقى ناوي على ايه بالظبط عشان انا لازم افهم. ما انا قلت على كل حاجه. لا هو انت في زيك؟ ده انت مش سهل ابدا. من فضلك مشي على نفس الخط بتاعك عشان انا عايز افهم، وصدقني والله انا هنفعك. شوف يا مروه، عشان تشتغلي براحتك في البلد دي، عشان تشتغلي من غير ما حد يعمل لك شوشاره في دماغك ولا يتعبك باسئله كتير، لازم يبقى عندك شعبيه. بمعنى؟ بمعنى ان الناس تحبك، تبقي نجمه، الناس تتمنى تتقرب منك. وده بقى مش هيحصل غير لما تشغلي ده. نشغله، بس اتكلمي عن مكشوف، علشان انا بصراحه حاسه ان انت بتلف وبتدور عليا، وحاسه كمان ان انت بتستغفلني. ماشي، انا هجيبها لك على بلاطه. البلد دي فيها ناس اليومين دول عاملين نفسهم خبراء في الاقتصاد وفي السياسه، عمالين يطلعوا يقولوا كلام اهبل، وكل ما يقولوا كلام اهبل الناس تصدقهم اكتر. أنا كده عايزة أفهم أكتر. وجيه ده لسه محتفظ بمكانته، تقيل محافظ على نفسه. صحيح عندك حق. لما بيطلع في التلفزيون ويتكلم الناس كلها بتسمع كلامه. هو عارف بيقول إيه كويس أوي، وبيبقى كمان عارف رد الفعل قبل ما يتقال. وبعدين؟ أنت حظك حلو يا مروة إن أنت اشتغلت في شركة كبيرة. شركة غيرتك، غيرت لك طريقة لبسك، غيرت لك أسلوبك، وأنا متأكد إنك بتخططي إنك تسكني في مكان تاني خالص غير الحارة، مكان فوق، فوق قوي. كمل. اللي اسمه وجيه ده بقى إحنا عايزين نشتغل عليه، عايزين ندعمه، عايزين نغرقه فلوس عشان يرضى عننا ونبقى مع بعض سوا سوا، نحضر مع بعض كل حاجة، مهرجاناته، اجتماعاته، كده يعني. وهو هيرضى؟ هيرضى، لأنه لو كان عايز يرفض كان رفض من الأول. عشان كده أنا النهاردة كنت عنده، كنت عايز أجس نبضه. وعرفت الآخر إيه؟ مروة أنا عرفت طريق الفلوس تيجي منين، لكن ناقص لي السلطة. تخيلي بقى مروة
لو انا معايا السلطه والفلوس. طب انت هتستفيد ايه بمعرفتك بايتن؟ ايتن تعرف مدحت؟ طب ما نعرف. لا تفرق تفرق. ايتن منافسه لمدحت، انما انت يعني ما تاخذنيش لسه صغيره، لسه سكرتيره لمدحت. ومدحت ده بقى من اهم رجال الاقتصاد الموجودين في البلد، ومعرفته مهمه مهمه قوي. نام عليها. نام على ايه؟ نام بقى الملك. واو ده انت مش سهل خالص. بس خد بالك بقى، لو انت هتبقى الملك وانا سهلت لك سكه من السكك، لازم اكون انا كمان الملك. عايز تبقي الملكة يا مروة؟ عينيا. وبالنسبة لموضوع آيتن أنا هظبطه لك، بس مش عن طريقي. أمال عن طريق مين؟ ميرا. ميرا عندها اليومين دول، هكلمها وشمشم لك على الجو هناك عامل إزاي. ماشي وأنا موافق. من أصعب المشاعر التي تصادفها مشاعر المرأة حين تصبح في حيرة. إنها هي نفسها لا تعرف كيف تفسرها، وحين تسقط في الحيرة تصمت، لأنها لا ترى نفسها بقدر ما ترى الأيام. لا ترى نفسها بقدر ما ترى الأيام والسنين تتجه إليها كأنها وحش قد يلتهمها. إنها تخاف، تخاف من أن تفقد إحساساً بداخلها، وفي نفس الوقت تخاف أن تعيش حالة خطرة، حالة قد تجعلها تخسر كل ما عاشته قبل ذلك. علشان كده المرأة هي سر الكون. أنا سألت عليكي فقالوا إنك هنا، فقلت يعني أجي أضايقك شوية. دي مجرد خواطر عبيطة والله. لا ازاي بقى، واضح انك شاطرة قوي في كتابة. سمر بقول لك ايه؟ افندم حضرتك. انت حبيتي قبل كده؟ قصدي يعني قلبك ده في حد حاول يغزو احساسك بادب يعني وبذوق وبدون استئذان؟ حضرتك انا ما بفكرش في الحاجات دي خالص. حبيبتي احنا ما بنفكرش بالحاجات دي، لكن هي بتفكر فينا. بس أنا حياتي ما بتتحملش اهتزازات. إزاي بقى؟ دي أحلى حاجة في الدنيا الاهتزازات دي، خصوصاً لو كانت بسبب القلب. حضرتك بتقول حاجات غريبة قوي. لا أنا بقول حاجات مهمة قوي، لازم تفهميها وتسمعيها كويس علشان تبطلي الحيرة اللي أنت فيها دي. لا بخصوص موضوع الحيرة، أنا الحاجات اللي بكتبها دي مجرد خواطر أو شخصيات كده بركبها في دماغي وبعبر عن أحاسيسها، مش حالة أنا عايشاها. لا الكلام ده مش حقيقي يا سما. طب حضرتك عملت إيه مع المدام؟ لا الموضوع ده انتهى، أنا سبتها خلاص، ده أنا ما صدقت. أكيد لامار تعبان. أنت قلقانة على لامار ولا قلقانة من لامار؟ لامار دي بنتي، يعني أنا أكتر واحد أخاف عليها، لكن ده ملوش أي علاقة باللي أنا عايز أعيشه أو باللي أنا بحسه. أنا هستأذن، أنا لازم أمشي، أنا نسيت إن أنا موعد أختي. اقعد يا سما. أنا مش هقول لك إني ميال ليكي. مش هقول لك إني ببقى سعيد وأنا قاعد معاكي. مش هقول لك يا ريتني شفتك من زمان، لأن الزمان ده مش في إيدينا. لكن هقول لك حاجة واحدة بس. أنا بحبك، بحبك قوي يا سما. ما دام قلت بحبك أبقى قاصد الكلمة دي وحاسس معناها كويس قوي. على فين؟ مالكش دعوة. إيه الرد ده؟ مروان أنا مش عايزة أتكلم في أي حاجة، أنا متضايقة دلوقتي. ومين قال لك إني مش متضايق؟
انت فاكره ان انت الوحيده يعني اللي مش طايقه القرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ يا مروان انت ما تعرفش اي حاجه، لو سمحت. عارف كل حاجه ومن زمان قوي. طول عمري بشوفهم هما بيتخانقوا مع بعض وصوتهم جايب اخر الشارع ومحدش فيهم طايق التاني. كل ده ما كانش بيعدي عليا. وطول عمري بقول ان انا لازم امشي وابعد عن هنا. بس ببقى مش عارف ممكن اروح فين. لكن دلوقتي خلاص انا قررت ان انا لازم ابعد. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان لقيتك. الاول اميره انا كنت حاسس ان انا لوحدي. استحمل اي كلام يتقال لي من اي حد، مش فارقه معايا اي حاجه لاني لوحدي. لكن دلوقتي خلاص انت جنبي. انا مروان انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه دلوقتي. بالعكس، ده هو ده الوقت المناسب اللي ممكن نتكلم فيه. لازم تبقي عارفه يا اميره انك ما جيتيش هنا صدفه. ما جيتيش هنا عشان تقابلي مامتك وخلاص. انت جيتي هنا عشاني. انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انا بقيت بني ادم تاني خالص. انا دلوقتي ممكن ابعد، مش فارق معايا، مش محتاج حاجه من حد. تقصد ايه؟ اقصد ان احنا نبعد. نبعد يا ميرا ونروح مكان محدش يعرفني ولا يعرفك. ونبتدي هناك حياتنا بمزاجنا. مروان انت عارف انت بتقول ايه؟ عارف طبعا. هقول لك. انت ابوكي توفى. واخواتك سبتيهم لمليون سبب. انا ما يهمنيش اعرف منهم ولا سبب لان الاسباب دي خاصه بيكي. المهم عندي انك مش شبه ايتن. ولا شبه زينب مرات ابويا. ميرا، احنا نقدر نعمل حياه بنحبها. نقدر نبقى حاجه تانية خالص. احنا كل ما هنبعد كل ما يبقى احسن ليا وليكي. هنروح فين؟ اي حته. في مليون مكان ممكن نروح. وانت ناوي تعمل ايه؟ قلت لك قبل كده ان انا عايز امشي من زمان. عشان كده كنت محوش مبلغ على جنب. نقدر ناخده ونروح بيه اي مكان نبتدي بيه من اول خالص. لحد ما نشوف هنعمل ايه، اهم حاجه عندنا ان احنا نبعد عن العيله دي تماما. هقول لك على حاجه. قول. بحبك من أول لحظة شفتك فيها في حياتي. من يوم ما خدتك ووصلتك بيتكم في الحارة. حبك ده اللي خلاني بقيت واحد تاني خالص. خلاني قدرت آخد أي قرار في حياتي بسهولة. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ إحنا مش صغيرين. نروح أي مكان. بس أول حاجة لازم نعملها إننا نتجوز. أنت مجنون على فكرة. بالعكس، أنا عاقل جدا. أول مرة في حياتي أبقى عارف أنا عايز أعمل إيه. أنا ما كنتش متخيل أبدا إن أنا ممكن أحب كده. أنا متشكرة قوي على الخدمة اللي عملتها لي. لا 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 ما تقوليش كده. أنت صديقة غالية عندي. وسمح ده أنا أعرفه من زمان. بس أنا اللي مستغرب له. أنت إزاي ارتبطت بيه؟ قدر. المهم أنا عايز أخلص من موضوع الشغل اللي بيني وبينه اللي أنا دبست نفسي فيه ده. دي صعبة شوية. لا بس مش أنت اللي تقول الكلام ده يعني. يعني ما تنسيش إن الموضوع ده مش خاص بيك لوحدك. ده خاص بأستاذ سمير. الشركة في الأساس تبقى خاضعة ليه. أيوة بس الموضوع ده هيتحل. وأعتقد يعني إن أنكل سمير هيبقى في صفي، هيبقى معايا. لا لو أنكل سمير هيبقى في صفك ده يبقى في كلام تاني بقى. نفسي يتربى. أكتر من كده؟
طبعا اكتر من كده. المره اللي فاتت دي انا بس كنت عايزه اقول له عيب، انما المره دي بقى عايزاه يقول حقي برقبتي، عايزاه يجي لحد عندي ويقول لي انا اسف يا ايتن، اللي انت عايزاه اعمله. طلباتك كترت يا ايتن. وانت مش هتقولي لا؟ بس انا مهما كان برضه ليا سقف. انا لما عملت اللي انت طلبتيه مني عملته عشان الامور ترجع كويسه بينك وبينه، وعشان ما يحسش انك لوحدك. وبعدين اللي انت قلتيه عليه ده ضايقني منه جدا بصراحه. طب يا ريت بقى تتضايق شويه كمان عشان خاطري. ايش عينيا. طب وصحيح بالنسبه لمروه، يا ريت بلاش ندخل نفسنا في امور خاصه بالشركه عندي عشان ده بيضايقني. انا بس كنت عايز اسالك هي عامله ايه معاك يعني، مش اكتر. شرفت يا ست الكل. اوكي يبقى سلم لي عليها بقى. يوصل. باي باي. مستني. اللي عملت كده في نفسك كان زمان معاك حته عيل ولا عيله يتكلموا معاك ولا يشيلوا همك. انت انت تاني؟ ده انت بني ادم غبي. انت ضيعت عمرك ليه؟ عشان المعاش المضمون والوظيفه النظيفه ومرتب كل شهر؟ يبقى تشرب بقى اشرب. جمال انت يا راجل. نعم. عايز ايه؟ عايز اخد رايك في موضوع. رايك؟ حلو حلو. بقول لك ايه، لا ركز معايا شويه، الموضوع مهم وانا مش عارفه اتصرف فيه. قولي خلصيني. الواد متولي طلب ايد في ريال. جوزيه. لا بقول لك ايه، تعالى اقعد انت بس شويه هنا كده، ركز معايا وانا هقول لك على كل حاجه. ثانيه واحده. انت عارف ان الواد ده كان مختفي عن الحاره وفجاه ظهر. انا بصراحه كده مش مستريحه له. جوزها له حتى لو هتطلق. هي تبقى عاشت بدل ما تعيش وهي ميته. ازاي يعني؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ارميها؟ ايوه ارميها. ما هي لو ما عاشتش برضه هتترمي. اتجوزت هتترمي، ما اتجوزتش هتترمي. يا ريتني ما صدقتهم. يا ريتني ما صدقتهم. استناني يا سواق واسمع الكلام، لا خلي البيع ابني يرفضك. ازيك يا بنت يا جمالات؟ على الله تكوني كويسه. لا 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 معلش، ده غالي قوي. ده انا رحت له بورسعيد وجيت في نفس اليوم النهارده في العربية الماركة المكيفة دي، جبت وجيت والنبي في ساعة تعبت والله. رحتي بورسعيد رايح جاي ولا عرفنا بورسعيد ومحلات بورسعيد؟ مالك يا جمالات شايطة كده ليه؟ يا وليه عيب عليكي، ايه شايطة دي؟ لا يا اختي انت عينك بتطلع شرار، ده انا لويت شوية هولع. بقولك ايه، هبعتلك الايجار مع السواق او حد من الخدامين. يا لهوي ايه التراب ده؟ لا 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 الجزمه هتبوظ ب 300 جنيه دي. ده ايه ده؟ الولاد جننت. بس رايحه على فين دي؟ ايه اللي جابها هنا؟ ايه ده؟ مفيش حد. خيبك رحت فين؟ خرج ولسه ما جاش. ايه ده اللي انت مين؟ الا مين اللي خرج ولسه ما جاش؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايه اللي خرج؟ الموز، الموز اللي انت جاي تدور عليها جميل. انا لا جايه الموز ولا لنيله. انا كنت جايه اشم هوا. يا حلاوه هوا. ليه؟ العربيه الماركه التكييف بتاعها مش شغال؟ ولا بورسعيد الراحه جايه عليها؟ ما فيهاش هوا. بقول لك ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ يا وليه عيب عليكي، اختشي، انت من صغيره. لا اصل انت بقى ما انتيش عارفه. مش عارفه ايه؟ لا يا حبيبتي انا اصغر منك. لو النبي. بخمس سنين بس انت اللي مش واخده بالك.
وبعدين؟ انت بقى ايه اللي جايبك ورايا وعماله تشمشمي؟ عايزه مني ايه؟ عاوز منك ايه يعني؟ ولا حاجه. معلش نسيتي ان ده بيتي؟ في ايه؟ ولعلمك بقى انا هعمل للسطح ده باب عشان اعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج. سطح ايه يا ام سطح؟ هو ده بيت ولا دي عماره بلا واكسه؟ تعالي شوفي الفيلا اللي انا عايشه فيها، ده حمامها بس قد الحاره دي كلها، وبحر يا حبيبتي. بحر يا حبيبتي. اه طب يلا يا حبيبتي روحي بقى شوفي بنات اخوكي. يلا. لا 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 انا النهارده مش فاضيه خالص، انا عندي ميعاد مهم مع الكوافير عن اذنك. ميعاد مهم مع الكوافير عن اذنك. وريني كده استاذ عادل. ازيك؟ ايه؟ مفيش. سلام عليكم. منور. اومر. الامر لله يا سيدي. كنت عايز كاميليا كده دقيقتين بس. اديني اهو بستأذن منك عشان ما تقولش ان احنا بنتعامل معاها من وراك. هو انا مش قلت لك اسمها مدام كاميليا او كاميليا هانم؟ انا اسف. اسف بجد. وقلت لك تاني حاجه، ما تعوز كاميليا تعمل ايه؟ تكلمني انا وانا اقول لها حصل ولا ما حصلش؟ لا حصل. ما تزعلش مني، حقك عليا. طب ايه رايك انا وانت ننزل نتكلم في حته مع بعضينا؟ لا ما انا ما ننزل فين؟ نقعد في اي مكان نتكلم. لا للاسف والله انا مش فاضي، انا 10 دقايق ونازل عندي مشاوير كتير. اصل زي ما تقول كده انا وقتي بفلوس مش ببلاش، فاهم؟ فاهم. اه طبعا. طب دي اهم حاجه. طبعا. انت غريب قوي يا اخي، انت مش ملاحظ ان طريقتك كده فيها قله ذوق؟ لا ده انا قاصد والله. انا قاصد. طب قول لي كده بس حضرتك يعني قوي الملاحظه. انا قاصد. بص يا ريس، احنا اللي بينا وبين بعض الحقوق، صح؟ حقي وحقك، والحق ده بيخلص في كلمتين، انت موافق وانا موافق، تاخد اللي ليك وانا اخد اللي ليا وخلصنا. الرغي والكلام الكتير ده بقى ملوش لازمه. حلو. نهائي. الله اكبر. الله اكبر. تمام مظبوط. الحقوق بتتاخد باصول، صح؟ والاصول تقول ان صاحبه الحق تكون موجوده وتقول رايها. فعلا. تاني. اسمعها لك تاني. ماشي. الو، اديني مدام كاميليا يا بنتي. ها كاميليا هاني. النبي يعني يسيب اللي وراكي دقيقتين كده بس. في هو. ماشي اتفضلي. يا رب نخلص ان شاء الله. انا ما دخلتكش المكتب عشان انا نازل، ومش حابب انك تقعدوا مع بعض لوحديكم. ها عايزك تزعل. كاميليا هاني، بالنسبة ان حضرتك قلت له يجي النهارده؟ ابدا والله. ما هو جه لوحده يعني. اهدى بس اهدى، هي ما تعرفش اصلا ان انا جاي. انا قلت لك تيجي. خلاص خلصنا. هي واقفة قدامك صاحبة الحق، قول عايز تقول ايه. انا موافق على طلباتكم كلها. ماشي. انت عندك محامي ماسك الموضوع ده؟ عندي. خلاص بكره هجيب المحامي بتاعي، نقابل المحامي بتاعك ونخلص كل حاجة. ماشي؟ ماشي. استأذن انا. السلام عليكم. طريق السلام اخويا. السلام عليكم. مع السلامة. الراجل زي ما يكون ما صدقش نفسه وما نامش يا عيني طول الليل، وقال لك بقى هنجيبوا لنا محامي ومتر ونقعد نرسله في الشقة ونبني له طوب احمر. طب ما احنا كنا ممكن نعمله كده فعلا. اللي زي ده ما بيجيش غير بالعين الحمراء. انا قلت لك. انت يا ابني كنت فين من زمان؟ انا؟ ايوه. انا هنا جنبك وباصص عليكي ومخلي بالي منك، بس انت ما كنتيش واخده بالك يعني. تون الصوت ده مش غريب عليا، انا عارفاه. بلاش هبل. جرى ايه يا كاميليا؟ ما تتعدي. وبعدين انت نسيتي ان قلبك مشغول؟ احنا هنهبل بقى ولا ايه؟ الراجل زي ما يكون ما صدقش نفسه وما نامش يا عيني طول الليل، وقال لك بقى هنجيبوا لنا محامي ومتر ونقعد نرسله في الشقه ونبني له طوب احمر. طب ما احنا كنا ممكن نعمله كده فعلا. اللي زي ده ما بيجيش غير بالعين الحمراء. انا قلت لك. انت يا ابني كنت فين من زمان؟ انا؟ ايوه. انا هنا جنبك وباصص عليكي ومخلي بالي منك، بس انت ما كنتيش واخده بالك يعني. تون الصوت ده مش غريب عليا،
أنا عارفة. بلاش هبل. جرى إيه يا كاميليا؟ ما تتعدي. وبعدين أنت نسيتي إن قلبك مشغول؟ إحنا هنهبل بقى ولا إيه؟ فوقي. كاميليا أنا محضر لك مفاجأة. ما هو موضوع الشقة والبنك أنا خلصت خلاص. رحت البنك ودفعت الفلوس ورجعت الشقة باسمك أنت وأخواتك. يعني تقدروا دلوقتي تتنقلوا فيها في أي وقت. أحمد هو اللي قال لك تعمل كده، صح؟ أحمد اللي ما أنا هعمل كده من نفسي أكيد. ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليكوا لبعض. أنا همشي. كلامك حلو أبو كارمو ويعجبني، بس صعب شوية. حبيبي مفيش حاجة صعب. ولعلمك بقى الوقت ده أحسن وقت تعمل فيه اللي أنت عايزه. آه على فكرة أنا خدت لك ميعاد النهاردة تاني بخصوص من وجيه باشا. استغرب ليه؟ أنا معاك على الخط على طول. لازم تفهم ان انا ببقى عارف انت عايز ايه من غير ما تتكلم. بس في حاجه كده كنت عايزك فيها. قول يا ابو كرم. رجالتك يا باشا مالهم؟ خد بالك منهم شويه وما تنساهمش وانت بتجري ورا اللي انت عايزه. في حاجه تانية بقى كنت عايزك فيها. عارف عارف. لا لا مش قصدي، انا قصدي بس كنت عايز. لا لا مش قصدي، انا اتصلت بالراجل الكبير وخدت منه ميعاد وهروح. حلو قوي، مهم قوي الكلام اللي انت بتقوله ده. أنا عايزك بقى تعمل حفلة أو عشاء صغير على شرف نجاحك. في دي عندك حق. خلاص يبقى تسيبني بقى أنا اللي أنظم الحفلة دي. أنت اللي تشوفه غلط تعمله أبو كرم. حبيب أبو أحمد. حبيب أبو كرم. أحمد. كملي. متشكرة. متشكرة؟ متشكرة على إيه؟ على اللي أنت عملته. طيب. استاذن انا بقى. ماشي ماشي يا ابو كرم، اتفضل انت. هو انا عملت ايه؟ كنت متاكده انك مش هتقبل ان بيت خالك يروح مننا، وكنت متاكده انك مش هتقبل بنات خالك يعيشوا بره بيته. انت عارف ان اي حاجه انت بتعملها انا ببقى سعيده بيها قوي، لأنك مش ملزم إنك تعمل حاجة. يا كاميليا يا كاميليا، أنتي بتكبري المواضيع زيادة عن اللزوم. أنت اللي مش فاهم. أنت مش عارف الشغل ده كان مهم بالنسبة لي قد إيه. أنا أول يوم جيت فيه الشغل هنا قلت أكيد أحمد هو اللي عايزني أكون جنبه معاه. أكيد لسه في مشاعر حلوة من اللي عشناها مع بعض زمان. وأنا كمان وافقت إني أجي عشان أكون جنبك، مع إن في الوقت ده أنا كنت متلخبطة وما كنتش عارفة أنا عايزة أعمل إيه. بس في سر مهم وعايزك تعرفه. إيه هو؟ أنا عمري ما نسيتك، عمري ما نسيت أول مرة إيدك لمست فيها إيدي. أيوة فعلا دي حاجة فعلا ما تتنسيش يا كاميليا. ولما تحدد معاك جوازي حسيت اني انتهيت. حاولت اكلمك كتير عشان اقول لك اني مستعده اهرب واكون معاك، معرفتش. انت كنت بتهرب مني، معرفش ليه. انا كاميليا عمري ما هربت منك. عارفه انت ما كنتش عايز تخليني اتحط في موقف صعب، بس انت خليتني اعيش ايام اصعب. صعب قوي ان واحده تتجوز واحد وهي بتحب حد تاني. بقولك يا كاميليا، ما بلاش نتكلم في الحكايات دي. بس انا عايزه اتكلم، عايزه احكي لك عن كل حاجه، عايزه اتكلم معاك ايام شهور، عايزه احكي لك عن كل دقيقه وكل لحظه. انا لما كنت ببقى متضايقه ما كنتش بفكر غير فيك،
ما كنتش بفتكر في وداني غير صوتك، كنت بأنب نفسي، كنت بقول اللي أنا بعمله دي خيانة، عيب ما تعمليش كده، بس ما كنتش بقدر لأني حبيتك أوي. والله يا كاميليا أنا عايزك تصدقيني، أنا اللي حصل ده كان غصب عني وعنك، حاجة كانت لك كانت بإيدي ويعني عارفة عارفة. زمان قلت لي في حاجتين البني آدم ما يقدرش ينساهم، حب حقيقي كبير ما تقدرش تنساه العمر كله، وحب تبقى عايز ترجع العمر علشان تمسحه من حياتك. انت الحب الحقيقي اللي مش هقدر انساه العمر كله. كان في حاجة ولا ايه؟ سيبك كاميليا بتخرج بسرعة، في حاجة؟ بقول لك ايه؟ أنت اللي دفعت فلوس الشقة لكاميليا؟ اه. وليه قلت لها إن أنا؟ أنا ما قلتش، هي اللي افتكرت كده. وليه ما قلتلهاش إن أنت اللي عملت كده؟ لقيتها مبسوطة وحسيت إن هي شايفة إن ابن عمتها أولى مني إن هو يعمل كده. فقلت لو كنت قلت لها الحقيقة كانت هتتضايق، انت عارف انا ما بحبش اخلي كاميليا متضايقة. طب من فضلك يا استاذ عادل، لما تيجي تعمل حاجة زي دي تاني يبقى قول لي. حاضر احمد بيه. ايه يا احمد بيه دي كمان؟ بقيت امورني كتير ومش عاجبك تصرفاتي، فنخلي العلاقة احمد بيه وعادل. مش قصدي عادل، بس أصل كاميليا بتكبر المواضيع وبتديها أكبر من حجمها. الموضوع سهل خالص يا أحمد، أنا ممكن أخرج دلوقتي أقول لها أنا دفعت الفلوس وأحمد مش دعوة بالموضوع، لو أنت حابب كده يعني. لا لا خلاص، أصل أنا أكدت لها اللي أنت قلته، صعبت عليا زي ما صعبت عليك كده. أنا همشي رايح على مكتبي، بس أنا مش عايزك تخاف، متقلقش. الفلوس أنا دفعتها من حسابي، ولا من حسابك ولا من حساب الشركة. على إذنك أحمد بيه. إذا انت دخلتي المطبخ؟ اه. مش خايفه تلاقي السيده تطب عليكي ولا لا حاجه؟ لا مش خايفه. ها؟ وبعدين انا النهارده مبسوطه ومزاجي عنب، وطلبت معايا اشرب كوبايه شاي، كتير عليا. لا خالص، بس اعملي واحد لاختك حبيبتك. اعمل لك، بس عارفه الوليه الحيزبونه اللي احنا عايشين عندها دي؟ عارفه حاطه الشاي ومخبياه مني، حطاه فين؟ فين؟ تحت الحوض في علبه عجيبه وكاتبه لي عليه سم، بس انا عرفته. بس هيكون سم بجد. لا يا شيخة، ده انا عمال اضرب فيه من صندوقي. لا شكرا، تسلم. سنتي كده شكلك مبسوط قوي النهارده. قوي. بس انتي كمان شكلك مبسوط صراحة. اه قوي قوي قوي. طب ما نفسكيش تسمعي خبر حلو يخليكي مبسوطة اكتر؟ يا ريت. الشقة والبنك والمشكلة دي كلها خلصت، يعني شقتنا ممكن ترجع لنا النهاردة لو حبيتي. ازاي؟ أحمد دفع كل الفلوس اللي علينا. لا بجد؟ طب أفهم. طيب هي دي حاجة عايزة مفهومية، هي بس اللي جت متأخرة شوية. طب مستنين إيه؟ مش مستنين حاجة. النهاردة قلنا لبعض كل حاجة، أو أنا قلت له كل اللي جوايا، ما قدرتش أخبي أكتر من كده.
طيب ربنا يهنيك يا ستي، بس على ما اعتقد يعني هو مستني يرستق نفسه. ايوه هو، انا قلت لنفسي كده. بس عارفه الحب ده حلو قوي، بيخليكي كده تبصي على الدنيا تلاقيها كبرت ووسعت وبقت بامبي ومورده. لا والله عندك حق. الا والله عندك حق، انت مش سايباني كده عماله اتكلم وانت في حاله صمت رهيب. ايه الاخبار؟ اقول لك حاجه من غير اي لف ودوران؟ اه انا بحب مجدي. عارفه ومش هسيبه. ماشي، حتى لو هعيش يوم واحد بس. وانا معاكي بجد بجد. انا اكتر واحده حاسه بيكي وعارفه كويس قوي انت عايزه تعملي ايه، بس انا هقول لك تتجوزي وتعيشي جنب الراجل اللي بتحبيه ولو ساعه واحده احسن 100 مره من انك تعيشي جنب راجل سنين وهو مش حاسس بيك. ناس ما تعرفش لما الست بتحب وتحط حاجة في دماغها بتبقى عنيدة قد إيه، وممكن تكون مش منطقية كمان. مش للدرجة دي. انت فاكرة الناس هتقول عليكي إيه لما تتجوزي مجدي؟ مجنونة رايحة تتجوز واحد ممكن يموت منها في أي لحظة. عندك حق. بس أنا هقولك بقى، حبي وعيشي. أنت ممكن تعيشي لحظة واحدة صح تخليكي راضية عن عمرك كله، وأوعي تفتكري الكلام اللي كانوا بيقولوه لنا زمان. زي إيه؟ خدي اللي بيحبك وما تاخديش اللي بتحبيه. اتجوزي قبل ما القطر يفوتك. كل الكلام ده بيجيب ورا. الدنيا حلوة وكبيرة ومليانة فرص. هي البت سمر فين؟ سمر، سمر مالك؟ انت بتعيطي ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا متضايقه من نفسي قوي يا كامل. ليه يا حبيبتي؟ عملتي حاجه ضايقت حد ولا حد هو اللي زعلك في الشغل؟ لا لا. ايه؟ انا بحب. كل ده عشان بتحبي؟ طب ما انا بحب، ده حلو قوي. انا بحب. بتحبي مين؟ استاذ علاء. استاذ علاء ابو صاحبتك؟ ليه؟ انت مجنونه؟ كاميليا انا مش ناقصه ومش لاقي حد اتكلم معاه. مالكوا في ايه؟ اسكتي شويه وانت مع الكلام هتفهمي. هو عارف؟ هو اللي جاي قال لي الاول وبعدين انا اللي ابتديت احس بده. يعني ايه؟ انا مش فاهمه. والله العظيم انا كمان مش فاهمه ازاي ده حصل. انا حاولت اهرب منه بكل الطرق وقلت له اكتر من مره انه يرجع لمراته، بس هو مصمم لا. وبعدين جاي قال لي النهارده انه بيحبني. مين اللي بيحبها؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ايه ده؟ ما احنا مش هنخلص غير لما تعرف. الاستاذ علاء يا ستي صاحب الشغل بيحب اختك. ها يبقى ما تروحش الشغل تاني. لا انا لازم انزل الشغل ده، مهم قوي بالنسبه لي. يبقى قطعي الموضوع ده واخلصي منه. يا بنت بتقول لك بتحبه. الله اسكتي شويه. ما هو ده هبل بقى. وحبك بقى لمجدي ده مش هبل؟ لا طبعا مش هبل. وكاميليا واحمد ده ايه؟ يو بقى ايه علاقه كاميليا دلوقتي بالموضوع؟ كل شويه نحط كاميليا في جمله مفيده. ما هو كل واحد فيكوا عايش حاله شايف نفسه فيها صح والباقي كله غلط. تقدري تقولي لي يا كاميليا ايه الصح في علاقه نجله بمجدي؟
ولا حاجه. يبقى انت مش فاهمه اي حاجه خالص على فكره. انا مريضه وهو مريض، هو متقبلني وانا كمان متقبلاه. اللي عنده ده محدش هيحس بيه غيري، وكمان اللي عندي ده محدش هيفهم صعوبته غيره. يمكن لو ما كانش مريض ما كانش قرب لي، كان هيرب بقى زي غيره لما عرف. هو انا مش متضايقه من ده، انا بس مبسوطه ان انا لقيت حد احس معاه واعيش معاه اللي انا كنت عايزه احسه يعني. واللي يحصل بقى بعدين مش مشكله. انا هقوم اعمل شاي. وانا كمان زيها. لا يا سمر، انت مش زيها. مجدي من دور نجلاء، يمكن تكون ظروفهم صعب، لكن الظروف دي هي اللي جمعته. انت بقى رايحة تحبي واحد أكبر منك في السن وقد أبوكي، وما تنسيش إن صاحبتك دي هي اللي جابت لك الشغل. فاهمة أنا بقصد إيه؟ واخدة بالك؟ لا مش واخدة بالي، لأن المشكلة أصلاً مش كده. هي المشكلة إنه يبقى قد بابا. مش أنت يا كمية قلتيلي إن لو رجع بيكي الزمن هتتجوزي الشخص اللي أنت بتحبيه؟ طب ليه قلتيلي كده يا كمية ليه؟ طب أنا ممكن أبعد واعمل نفسي كأن الحكاية دي ما كانتش موجودة وانسى، وبعدين اروح اتجوز واحد تاني. وانت عارفة انه قلبي مش هيقدر ينسى. انت بتتكلمي عن واحد كأنك بتحبيه بقالك 15 سنين، في ايه؟ لا الحقيقة مش كده، بس انا كل حاجة نفسي فيها شايفاها فيه. انا مش هنكر ان انا ساعات بقعد اقنع نفسي وبقول ايه اللي انا بعمله ده، اللي انا بفكر فيه ده، بس بلاقي نفسي تاني يوم رايحاله مستنيه انه يجي يصبح عليا، يسلم عليا، يتكلم معايا. ممكن اطلب منك طلب؟ ما تقولي ليش ما تروحيش الشغل، لاني هروح. عايزاكي تاخدي هدنة فتره تفكري مع نفسك، بس اقفي قدام المرايه تخيلي روحك معاه بعد 15 سنين جواز، هيبقى شكلكوا ايه؟ تخيلي نفسك ماشيه معاه في الشارع قدام الناس قدام صحابك. بلاش ده كله، هتقدري تتحملي الناس وهي بتتهم بانك خربتي بيتهم؟ طب انا هعمل ايه؟ انا ما اقدرش امنعك انك تروحي الشغل، ولو صحيت الصبح ولقيتك روحتي برضو مش هقدر اعمل حاجه. لكن ارجوكي كل مره تشوفي فكري في اللي انا قلته لك، وما تنسيش ابدا انه اتجوز وخلف وعاش حياته كلها، وانت ممكن تكوني تجربه وتعدي وتخلص. فاهماني؟ ويبقى الحب ذلك اللغز الذي لم يعد تعرفه ولم تعد تستطيع أن تعيشه. إنها حتى الآن بين أن تعيش حباً يمنحها الحياة وبين أن تبتعد لتوهب غيرها الفرصة الأخيرة. وبعدين بقى عشان اول ما تصحي تلاقيها ان من يمنح الفرصه للاخر يعطي له حياه جديده، ومن يعطي الحياة لمن ينافسه في الحب وكأنما وهب الدنيا وما فيها. وعلى فكرة
الرواية حلوة قوي يا صبر. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل. انا بعتذر جدا، ميعاد الصبح يعني كان مستعجل، كان عندي ميعاد للاسف ما قدرتش اقعد زياده يعني. اتفضل اقعد. انا برضو استغربت ان السكرتاريه بتاعتك اتصلت هنا في المكتب وطلبوا ميعاد تاني في نفس اليوم. انا كنت متاكد انك مش هترفض. تشرب ايه؟ لا خالص، انا جاي عشان اعزمك على العشاء، ومنها يبقى عيش وملح ومنها نتكلم شويه مع بعض. انا ما عنديش مشكله، ننزل نتعشى في اي مكان، بس لازم تشرب حاجه الاول. ماشي، اخد شاي. سكرك ايه؟ لا من غير سكر خالص. برافو، هات يا ابني 2 شاي. يلا على طول. برافو عليك، السكر ده اصله حاجه سيئه جدا، والمفروض الواحد بعد ال 30 بصراحه يمنعه خالص. عندك حق، وخصوصا انه غالي كمان اليومين دول. بص بقى يا ابو حميد، انا قابلتك النهارده عشان حاجتين. الحاجه الاولى تخص الانسه مروه. مروة؟ أيوه، بصراحة مش عاجبني شغلها مع مدحت، يعني مكانتها هناك مش عاجباني، لو جت هنا أكيد هتاخد فرصة أحسن، وأنت أكيد هتأثر عليها. الحاجة التانية؟ الحاجة التانية إن أنا عايز أقول لك إن أنا عايش الأيام دي في حالة كده من حالات البيات الشتوي. بيات شتوي؟ ليه كده وجه بيه؟ يعني مش عايز أي حاجة تلطني، وأديك شايف الأجواء العامة مش مظبوطة. مش عايز اخش في مشاكل مش محسوبه، اي خطوه دلوقتي مش محسوبه ممكن تاذيني في شغلي، وانت ما تعرفش انا تعبت قد ايه وعانيت عشان اوصل للمكانه اللي انا فيها دي. لا بس يعني هو اللي انا طالبه من حضرتك ملوش اي علاقه خالص باللي بيحصل على الساحه على فكره. لا بيتهيأ لك كلامك على ما اعتقد مش سليم، مش انت لسه جديد في السوق؟ مش قوي يعني. ايوه يعني الشركه بتاعتك جديده، انا عارف كده. اه فعلا هي الشركه جديدة. انا اسف طبعا، انا سمحت لنفسي ان انا اجمع معلومات عنها. لا خالص بالعكس، ده انت لو عايز اي معلومه انا ممكن اجيبها لك بنفسي لغايه عندك، مفيش اي مشكله. لا بس هو الحقيقه يعني انا طالب منك ان احنا نفضل اصدقاء مقربين لبعض الفتره دي احسن. انت ليه خايف يا وجيه بيه؟ نعم انا خاف؟ انا ما بخافش. انا مش قصدي لا سمح الله خايف، انا قصدي ان انا حاسس في كلام سعادتك انك قلقان تشتغل معايا. بص يا وجيه بيه، انا شغلي كله في سليم، ما بشتغلش في الغلط، ورقي كله مية مية، كل الموضوع بس ان انا فتحت دماغي عشان اوصل اللي انا عايزه، وانت طبعا سيد اللي عارفين اللي بيفتح دماغه في البلد دي بيوصل للي هو عايزه، وبيأثر على نفسه مسافات وطرق كتيرة. ايوه بس جايز الطرق دي تكون مقلقه ودايما بيبقى فيها. وبعدين الامور يا استاذ وجيه بيكون ليها وجهين، وجه بيبقى قدام الناس كده عادي يعني بابليك زي ما بيقولوا، وجه تاني بيكون بيني وبينك بس. اه بس انا ما بحبش اشتغل في الضلمه. لا انا ما قلتش نشتغل في الضلمه، انا قلت وش يكون بيني وبينك بس. الشغل ده مليان اسرار يا وجيه بيه ولا ايه؟ طيب انا هكون معاك صريح، بيني وبينك أنا مش شايف إن في مصلحة أو أي نوع من أنواع المصالح في الديل اللي بيني وبينك، يعني أنا راجل سياسة وأنت راجل مال، رجل مال وأنت رجل سياسة، والسياسة والمال بينهم جواز عرفي صعب عقد يتفسخ ولا إيه؟ كلامك غريب. رجل السياسة وجيه بيه دايماً محتاج للدعم الاقتصادي، رجل السياسة دايماً محتاج للفلوس للموني اللي يقدر من خلالها يمول الحزب اللي بينتمي ليه، ولا انا غلطان؟ من الواضح كويس قوي انك فاهم الامور بتمشي ازاي. السياسه وجه بيه عامله زي المستشفى، بس مستشفى القطاع الخاص، يعني اللي معاه فلوس بيتعالج، اما اللي ما معهوش بقى بيموت. طيب ماشي، احنا ايه؟ احنا مش هنقوم نتعشى زي ما وعدتني ولا ايه؟ واضح ان انا كلامي عجبك يا وجيه بيه، نتعشى بس مش قبل ما تقول لي ان احنا اتفقنا. اكيد هنتفق. اكيد. خرج النهارده
شيليه من دماغك بقى. انا لازم ابقى عامله حسابي. بعدين انت وعدتني انك مش هتسيبني. انت عارفه انت عايزه ايه؟ ايه؟ انت عايزه تجي له مصيبه تدخله السجن وما يخرجش تاني ابدا. يا ريت. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا وجيه؟ ازيك يا مات؟ ايه الصدفه السعيده دي؟ عامل ايه؟ اهلا يا استاذ. ازيك يا مصطفى؟ اتفضل. الحمد لله. ايه الاخبار؟ ولا انت لسه مصر تبقى بعيد واخد جنب من اللي بيحصل؟ لا يا سيدي، انا بتقي الشبهات، بخاف على نفسي. ازيك يا ايتي؟ كويسه. على فكره انا اتكلمت مع مروه قبل كده كتير عشان تحدد لي ميعاد معاكي. مروه؟ اه مروه ما انا ابن عم، انا ابن عم مروه. اه خير؟ خير ان شاء الله. بس يعني مفيش داعي دلوقتي نتكلم في الشغل على اعتبار ان احنا قاعدين مع بعض وبتاع، نتعرف على بعض الاول. شغل؟ هو احنا في بيننا شغل؟ هو لغايه دلوقتي لسه، بس ان شاء الله يكون. ايه ده؟ هو استاذ احمد بيشتغل في مجال الازياء واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ لا لغايه دلوقتي برضه لسه، لكن ان شاء الله برضه هيكون. تمام تمام. اهلا وسهلا. اتفضلي. ايه يا بنتي ما تتفضلي. عمري في حياتي ما كنت متخيل اني ممكن اتجوز بالطريقه دي. والله ولا انا، بس أنا مبسوط قوي. مالك؟ الأوتيل مش عاجبك أو حاجة؟ لا بالعكس، ده حلو قوي. حلو قوي؟ يا سلام. أميرة، أنا مش عايزك تبقي قلقانة خالص. أنا عايزك تنسي أي حاجة ممكن تضايقك في الدنيا. عايزك تنسي الناس اللي إحنا كنا عارفينهم أساساً. بقول لك إيه؟ نطلب اكل بقى، صح؟ ماشي. ده ايه الطعام والجمال ده كله؟ على فكره انا هجيب بكره تليفون جديد، مش عايز حد يوجع دماغنا خالص. انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا. أنا في واحد صاحبي كنت قايل له قبل كده إن أنا عايز أسيب الشغل عند بابا، قال لي يوم ما تاخد القرار ده شغلك عندي، هكلمه بكرة إن شاء الله. هو أنا ليه حاسة إني بعمل حاجة غلط؟ بالعكس، ده إحنا بنعمل الصح جدا كمان. كان لازم على الأقل أكلم حد من إخواتي وأقول له. إخواتك إيه بقى يا ميرة؟ إخواتك دول من أبوكي بس، يعني أكيد العلاقة بينكوا يعني مش هتبقى 100 100، إذا كانت أيتن اللي من أبوكي وأمك والعلاقة عاملة كده. ايوه بس دول اخواتي على فكره، يعني من دمي ولحمي. اه طبعا من دمك ولحمك، بس ابوكي بقى اللي كان ظابط الحياه بينكم الله يرحمه مات. عندك حق، بابا هو كان ميزان البيت، لما راح راحت معاه كل حاجه حلوه. كل واحده فينا بقت تفكر في نفسها وبس، كل واحده فينا مبقتش عارفه هي عايزه ايه. بس انا اول مره في حياتي عارف انا عايز ايه. بقولك ايه، انا هروح اطلب الاكل. اكلم كاميليا ولا لا؟ اتصل بيها اقول لها انا فين وعملت ايه ولا لا؟ قلبك مش مطمن ليه يا ميرا؟ ايه اللي مخليكي مش مستريحه كده؟ ربنا يستر. ايوه بقى، فك التكشيره على وشك من ساعه ما مشينا من عند المأذون. انا مش عارفه ازاي لحد دلوقتي وافقتك على اللي احنا عملناه ده. عشان انا صح.
امال انا ليه حاسه كده ان قلبي وجعني؟ انت قلبك وجعك من السعاده مش من القلق، بس انت قلبك مش واخد انه يفرح. تفتكر؟ طبعا. اكلم كاميليا ولا لا؟ اتصل بيها اقول لها انا فين وعملت ايه ولا لا؟ قلبك مش مطمن ليه يا ميرا؟ ايه اللي مخليكي مش مستريحه كده؟ ربنا يستر. ايوه بقى، فك التكشيره اللي على وشك من ساعة ما مشينا من عند المأذون. انا مش عارفه ازاي لحد دلوقتي وفقتك اللي احنا عملناه ده. عشان انا صح. امال انا ليه حاسه كده ان قلبي وجعني؟ انت قلبك وجعك من السعاده مش من القلق، بس انت قلبك مش واخد انه يفرح. تفتكر؟ طبعا. الانسان مننا وجهه نظر، وانا شخصيا مش بحب الشخص المتلون، او زي ما بيقولوا يعني كده ماشي مع الموجه. I'm sorry بس يعني ولا بلاش، بدل ما القعده تقلب نكد. هو جه طول عمره كده، عمره ما خد موقف ضد مصلحته. ما بلاش انت يا مدحت، يعني معلش انت بالذات ما ينفعش تتكلم على المواقف ولا ايه؟ والله انا عن نفسي معترف ان قليل اصل وماليش اي اتجاه، انا اتجاهي الوحيد اللي بمشي عليه وعمري ما هغيره ابدا هو اتجاه الملايين. الله عليك يا استاذ مدحت، هو ده الكلام فعلا. صحيح كل واحد في الدنيا بيبقى شايف الطريق من وجهه نظره، في ناس بتشوفها عن طريق المبادئ والشعارات، وفي ناس تانية بتشوف طريقها عن طريق البيزنس والعلاقات، وأنا شايف إن الاتنين ما اختلفوش عن بعض. لا معلش، أنا شايف كده إن أنت غلطان. لا بالعكس، مش غلطان خالص. وأكبر دليل إن هو مش غلطان إن إحنا كلنا قاعدين على ترابيزة واحدة دلوقتي. إحنا كل واحد فينا فاهم التاني كويس قوي. كل واحد فينا ليه مصلحة مع التاني. كل واحد عارف نقط ضعف وقوة التاني. ومع ذلك محدش فينا بيعترف بحقيقته لا قدام نفسه ولا قدام التاني. كلام سليم فعلا. ما قلتليش يا دوحة اخبار شغلك ايه؟ احكي لك يا سيدي، تعال نتمشى. تعال شوف بقى. بس انا كنت فاكره ان عيله سميه كلها شحاتين. ما انا اصلي مش من عيله سميه، انا من عيله عبد العزيز. ايه نسيتي عبد العزيز؟ ما انا ابقى ابن عمتك انت كمان. طب ويا ترى الغنى بقى اللي واضح عليك ده جبته منين؟ ورثته ولا سرقته؟ حلوه سرقته دي. لا طبعا ما سرقتوش. هو في حرامي ينفع يقعد كده عادي مع الناس؟ امال مين اللي ينفع يعمل كده؟ شيخ المنصر النصاب كده يعني. انا بتكلم بجد على فكره. وانا والله ما بهزر. واجيه شخص مهم قوي بالنسبه لي، والا ما كنتش جبته هنا. انت محتاجه منه حاجه؟ الحقيقه انا عندي مشكله كبيره. عادي قولي لي، يمكن انا اقدر اساعدك. اللي انا عايزاه انت ما تقدرش عليه. تهيألك جربي وانت تعرفي. اكبر منك. شوف يا ايتم، انا مفيش حاجه اكبر مني. ياه ده انت واثق في نفسك قوي. شوف يا ايتم، انا اليومين دول اقدر اعمل حاجات كتير قوي فوق ما انت متخيله. طب هحكي لك. خلو خلو حبيبتي، ايه ده؟ طب ما كنت قولي لي كنت غير جابتك من المحطه يا ام. خدت يا حبيبي عربيه جابتني من البلد لحد باب البيت. الحمد لله على السلامه يا ست الكل، نورتي بيتك. يسلم عمرك يا دنيا. يا ام اقعدي ارتاحي.
عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله يا حبيبتي، شكلك مبسوطة وشك الله أكبر عليك. مبسوطة قوي. الحمد لله. قول لي يا متولي. إيه يما؟ الناس اللي أنت شغال معاهم دول، أيوه، مالي إيدك منهم كويس؟ إيه يما؟ الناس اللي أنت شغال معاهم مالي إيدك منهم كويس؟ أيوه، يعني لو مالي إيدي مالهم كويس، أنت قصدك إيه يعني؟ هقول لك قصدي إيه. أنا لما نزلت البلد رحت قابلت خالك وولاد خالك. أنت عارف يا ضنايا إن هم حالهم على قدهم، لا يصر عدو ولا حبيب. تمام. قلت لهم لو أنا بقى جبت لكم بضاعة تصرفوها لي؟ قالوا لي ده إحنا مش نصرفها، نصرفها ونصرف أبوها كمان. الله. طب وأحمد ياما؟ أحمد ده إيه؟ أنت يا ابني اللي لازم تبقى أكبر منه 100 مرة، وبعدين خالك وولاد خالك وعدوني إنهم يقلبوا لنا الدنيا بس أنت تفتح لنا سكة الصعيد. لا لا، الراجل الكبير قال الصعيد ده لناسه وما ينفعش أفتح السكة دي. طب أقابله. تقابل مين؟ الراجل الكبير. ياما ما ينفعش، محدش بيقابل الراجل الكبير ده. يا ضنايا انت خسران ايه؟ خليني اقابله. ويا حبيبي بدل ما تبقى تابع تبقى مدبوع وتبقى معلم قد القول. يا لهوي على دماغك يا خلو، يا لهوي. امشي ورايا وانت تكسب. يلا بينا. يا بنتي ما تقومي وضبي حاجتك، احنا نرجع الشقة. بقول لك ايه، مش قادرة اصدق ان احمد دفع لنا كل الفلوس اللي علينا دي. ليه ان شاء الله؟ مش ابن عمتك مواعيد يعمل كده؟ ابن عمتي يعني، بس انا مصدومه في جدعانته، ما كنتش متخيله هو جدع قوي كده بصراحه. يلا بقى عايزه انزل من دلوقتي، انا خلاص مش طايقه نفسي ومش طايقه القعده في بيت سيده. يلا. انا مش فاهمه انت متسربعه على ايه. انا هحضر نفسي بكره الصباح رباح. طب بقول لك ايه، انا بفكر اروح ازوره يعني وافهمه ان رفضي ليه ملوش اي علاقه بالكلام اللي وصل له. لا بلاش، انا اتفقت مع صاحب الشركه اللي بتشتغل فيها مروه وهاخد منه الضاع. شاطرة، ربنا يوفقك. بس عايزة منك حاجة بقى. وأموري. أنت وعدتيني لما تاخدي فلوسك من أهل جوزك هتديني مبلغ. أنا عناية ليكي، يعني يا أختي هو أنا هعمل إيه بالفلوس؟ بس يا ريت يعني ما ننساش إن أحمد ابن عمتك ليه فلوس عندنا. نستنى. ماشي يستنى، بس أمه مش هتستنى. تفتكري إنه يقدر يعمل كده بعلم أمه؟ دي كانت انتحرت. أيوه صحيح عندك حق، دي كانت تاكلنا. بس صحيح، تفتكري أحمد دفع الفلوس دي عشان ابن عمتنا ولا حاجة تانية؟ أحمد طول عمره جدع وشهم. والله ولا فيه ريحتها، بس احتمال يكون ربنا فتحها في وشه وتغير. نبي ما في حد فاهمه غيري. تعرفي إن أنا كنت لسه هتصل بيكي دلوقتي؟ فعلا؟ طب وما اتصلتش ليه؟ عموما مش فارقة. على فكرة يا أحمد، أنا ترددت قوي قبل ما أكلمك، بس قررت أكلمك وقررت كمان أبقى صريحة معاك. على فكرة أنا لما فكرت حسيت كده إن أنا ممكن أستفيد منك. أنت تتصلي في أي وقت، ما تنسيش برضو إن إحنا قرايب ومن دم واحد. لا سيبك من القرايب دي خالص، المصالح هي اللي بتخلي الناس أقرب لبعض، أقرب كمان من صلة الدم. كلامك بيعجبني عايتن. آه، ما أنا عمري ما بقول حاجة غلط أبداً. ده غرور بقى ولا إيه؟ لا، بس تقدر تقول عليا كده يعني فاهمة الدنيا كويس. ولما أنت يا ستي بقى فاهمة الدنيا كويس قوي وعارفة الدنيا بتمشي إزاي، أمال ليه مش عارفة تمشي أمورك الشخصية؟ لا ما انا برضو مش دايما يعني بحسبها صح قوي كده. يبقى انت ماشيه كويس. بتكلم مين؟ لا ده شغل 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 السعادي. بقول لك ايه، قطع دراعي من هنا. بتكلم كاميلي مين دي اللي انا اكلمها دلوقتي؟ بقول لك بكلم شغل. وفي شغل دلوقتي؟ بقول لك ايه، استني بقى. بقول لك ايه، نامي نامت عليكي حرفه. مش كفايه خدتوا الشقه بلوازمها، عايزه الواد فوق البيعه كمان. قفلت السكة، أنا كنت متأكدة إنها كاميليا. ما هي لازم تقفل السكة. أنت عايزة إيه بقى دلوقتي؟ اتفضل يلا خش نامي، خش نامي. أنت بتشخط فيها عشان كاميليا؟ خص عليك، أمال لو أجوزتها هيحصل فيا إيه؟ بقول لك ياما، الله يخليك أنا مصدع وشغال من الصبح وتعبان، الله يخليك خش نامي، خش نامي عشان أنا مش فاضي للكلام بتاعك ده. خص عليك، خص عليك. إيه اللي يخص عليك يخص عليك؟ ده انت لو اتجوزتها هترميني في الشارع وهيبقى ماليش مكان اقعد فيه. اكتب لي الفيلا. اكتب لك ايه؟ اكتب لي الفيلا.
اكتب لك الفيلا ليه بقى ان شاء الله؟ ما هترميني في الشارع، لازم اضمن مستقبلي. بقول لك يا اما الله يخليك خش نامي بقى، يلا خش نامي خليني اشوف شغلي. هنا طبعا هنا، امال هعمل ايه؟ ما انا لازم انام، ما انا ما بايديش حاجه، ما انا مكسوره الجناح. عين عليك يا سيده ياللي مالكيش حد وراكي ولا وراكي رجاله خالص، طول عمري وحدي. في ايه؟ بقول لك يا مروان. فندم. عملت ايه في موضوع الشغل؟ شغل ايه؟ مش انت قلت لي ان في واحد صاحبك كلمك وعرض يعني عليك انك تشتغل معاه؟ خد وقته ده يا ميرا. ايوه وقته يا مروان، طالما قررنا ان احنا نبعد ونعيش لوحدنا يبقى لازم نبقى قدها ونثبت لكل اللي حوالينا ان احنا قدها وقدود، ولا ايه؟ طبعا صح. طيب ناوي على ايه بقى؟ ناوي اقعد معاكي بقيه عمري وبس. هو ده وقته يا مروان؟ امال وقته امتى؟ ده هو ده وقته على فكره، وبعدين انا مبسوط ومش عايز اسمع اي حاجه تضايقني. ايوه بس الدنيا مش كلها فسح يا مروان. الدنيا دي لازم ناخدها بحلوها ومرها. ماشي انا معاك يا مروان، لازم ناخدها بحلوها وناخدها بمرها، بس برضه لازم يبقى عندنا هدف، نبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه في حياتنا، وبرضه كله بالحب. انت متفائله قوي على فكره. وانت بايخ قوي النهارده على فكره. انا مبسوط ومش عايز اي حاجه تعكنن عليا بصراحه. ماشي يا مروان، بس احنا برضو في موقف صعب جدا. انا بصراحه ماما بتكلمني ومش عارفه ارد اقول لها ايه. ما ترديش عليها خالص. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني مش عايزين نعرف حد احنا فين وكده، مش وقته. ايه بقى قلبه الوش دي بقى؟ عشان ساعات بخاف منك يا مروان وبحس اللي انا عملته ده غلط مش صح. ما تقوليش الكلام ده تاني لو سمحتي. يلا اتفضلي قدام. بتزعق ليه يا مروان؟ راجل في شهر العسل لازم ازعق وبتاع. يلا اتفضلي. خلاص بقى يا اصحابي يا اهلي يا جيراني، أنا عاوز أخدكوا في أحضاني. البنات البنات ألطفي المخلوقات، غنوا يا تلميذات تعفاتي في تا تا تا، البت عين أمها. صباح الخير يا ست جمالات. الله 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 الله، دي زعلانة مني بقى ايه؟ ما هزعل منك ليه يا اخويا؟ انت حيلا حتة مستأجر عندي لا راح ولا جه، يوم ما تفعلاش الأجرة يلا بالسلامة. الله 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 الله، طب ليه كده؟ ده أنا جاي أقول لك صباح الخير يا ست جمالات على الصبح. وفي يا راجل؟ في إيه على الصبح؟ اخلع من نافوح عشان أنا دماغي مش خالصة. طب يا ست حقك عليا، أنا غلطان. يا أخي اقعد، هو في إيه؟ أنت ما صدقت. طب عايزين أعمل إيه؟ ايه اللي عايزاك اعمل ايه؟ ايه اللي انت عايزه تعملي ايه ده؟ لا مش عايزه حاجه. انا كل الحكايه بس ان انت يعني ما ينفعش تبقى جار كده ومعدي عليا وانا اديك الوش الخشب بقى الصبح. طب بعدين؟ صباح الخير. يا صباح الجمال، ايوه كده خلي الشمس تطلع. بقول لك ايه؟ انت فطرت؟ طب بس انا عامله بقى طبق كده فول بالزبده وبيض، انما ايه يستاهل بقك؟ لا ما ينفعش، انا مستعجل ولازم امشي. يا عم اقعد الله يهديك بقى، ايه مستعجل دي؟ طب بص انا هسيبك تروح مشاويرك بس بشرط اول لما تخلص تيجي تقعد معايا نقعد نحكي كده ونرغي مع بعض. اصل انا بصراحه شايفاك كده مقطوع من شجره وحداني. عندك حق فعلا، انا مقطوع من شجره. انا عارفه انا عارفه وحاسه بيك، ولعلمك بقى انت لو عرفت حكايتي هصعب عليك وهتتقطع عشاني. خلاص يا ستي اوعدك لو خلصت بدري هقعد معاك شويه. لا انا هستناك، يعني هستناك. خلاص وعد مني. طب عايزه اقول لك على حاجه كمان. قول. ما تيجي نخرج. نخرج يوم الوقفه ان شاء الله. يا اخي اقعد بقى.
خلاص ان شاء الله نخرج نخرج. اصل انا من ساعه ما المرحوم جوزي مات ما فيش حد جه قال لي تعالي يا جمال اتخرجك ولا اشممك شويه هوا. عايز اقول لك الرئه بتاعتي ضاقت، نفسي راح مني، نفسي اشوف مناظر حلوه، اشم هوا نظيف. ان شاء الله باذن الله مش هخلي لك الرئه بعد كده دي باذن الله، يعني هخليكي تاخدي هوا فريش باذن الله، وعد مني بعد اذنك. يا حلاوتك. ايه يا بنات؟ انتوا خرجتوا من البنات ولا ايه؟ دي النضاره دي البست البس النضاره شويه. طب شيليني مكان الكراسي ده، ربنا يخليك. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. جفنون علم الغزل طرن طرن. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ الله يخليك. مش احترم نفسك؟ لا احترم نفسي ايه؟ عشت طول عمري بحترم نفسي. خليني شويه مش محترم. انا معجب بيكي معجب بيكي. معجب ايه يا روح امك؟ يا سلام انت بتعملها لاني مجنون زيهم عبد الله. لا يا حبيبي انا مش مجنون. بص انا هوصل مشوار مهم وهاجي اخدك واجوزك جواز عسل. لا انا مش عايز صغير. تعالى بس اسمع عليا. تعالى انا عايز اتجوز. انا هتجوز هاجبهم هناك. تعالى تعالى اجمد يا جيمي. اجمد ابو جمال. الله الله يا راجل اجمد. الله امال ايه عايز تتجوز وانا اسف؟ ها أنا أشوف لك عروسة زي الفل إن شاء الله. جمال امسك طولك بقى وإيه؟ مالك يا جمال فيك إيه؟ ما مالك؟ لا مفيش حاجة إن شاء الله خير. الله عليك يا أخويا. خير. وش أصفر كده ليه؟ لا إن شاء الله هيستريح هيبقى زي الفل. طب ما نجيب له دكتور. لا إن شاء الله خير. جمال مالك؟ هو يريح شوية. ألف سلامة. هو هيريح. يا جمال. جمال امسك نفسك. معايا رجالة. معايا رجالة. يا جمال. جمال مش كده. يا رب استر يا رب. اجمد يا جمال. ألف سلامة عليك. إيه يا أبو جمال؟ تعال. ريحوه على الكنبة دي. أيوه. على مهلك يا أخويا على مهلك. على مهلك. أيوه أيوه. يا ساتر يا رب. جمالات شوف لنا كده حتتين تلج في التلاجة. بسرعة بسرعة. هيبقى زي الفل إن شاء الله. ده سخن. هاتي يا أختي هاتي. تسلم إيدك. ألف سلامة عليك. بقول لك إيه؟ ما تعملي له شوية شوربة كده يرم عظمه. حاضر من هنا يا جماعة. ستي أختي الله يستر أصلك يا رب. سلامتك يا أخويا ألف سلامة عليك. أنت حاسس إنك أحسن يا عم جمال؟ كده أخرتلي على شغلي يا عم جمال. هو إيه اللي جراله؟ مفيش. هو هتلاقي بس شوية برد مقصرين عليك يعني. يلا أنا كده نازل وأنا مطمن سايبك مع أجدع ناس في الحارة. شد حيلك. تعبناك معانا يا أخويا كتر خير. أي تعب. أنا أخدت عنوانك من لامار. قلت طالما ما جاتيش الشغل يبقى أكيد هتكوني موجودة في البيت. إيه؟ مفيش اتفضل؟ مش هينفع أقولك اتفضل. أصل أنا هنا لوحدي، صعب. طيب أنا بعتلك رسالة امبارح. أنا قريتها. متشكرة أوي. لا أنا مش بعتها عشان تقولي متشكرة خالص. أنا بعتها عشان فعلاً الرواية عجبتني.
الوقت ايه بس؟ دي سيئة جدا، وبصراحة كده انا قررت مش هكتب تاني، مش شغلتي، وبعدين دي تجربة مش هتتكرر. تبقى غلطانة. انا عارفة نفسي. سمر اوعي تعملي كده. طب انت متضايقة ان انا بكلمك؟ طب ممكن اعرف ليه؟ طب خايفة؟ هخاف من ايه؟ مني مثلا. يمكن شكلي بيبان ان انا عصبي مستهتر حبتين، بس الكلام ده مش حقيقي خالص. لا خالص والله. طب امال ايه؟ يعني خايفة تقربي مني ولا من اي حد عموما؟ ايه بس الكلام ده؟ ايه بس الكلام ده؟ اوعي بقى تعملي نفسك مش واخدة بالك ومش عارفة انا بعمل ايه عشان خاطر اقرب منك، لان المفروض ان انت بنت ذكية وحاسة بكل حاجة بعملها. يمكن أنا مش مستعدة لأي حاجة دلوقتي. ده الكلام ده بقى تقوليه لأي حد تاني. في المشاعر والأحاسيس والحب مفيش حاجة اسمها مش مستعدة. حب إيه بس؟ حب إيه؟ ده على اعتبار يعني إن أنا مش باين عليا؟ لازم يعني أقولها لك في وشك؟ طب يا ستي أنا بحب. ممكن تمشي؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا لا. ازاي؟ لا بتعيطي؟ يا سيدي عشان خاطر ربنا ممكن تمشي؟ حاضر على اذنك. عادل كويس ما جيت، انا كنت لسه هطلع ادور عليك. انت تحلمي تلاقي عادل على طول. ايه النظام؟ ايه النظام؟ كله خير مفيش مشاكل. ايوه يعني انا هبدا شغلي امتى؟ انت بدات يا كاميليا، انت مكتب وكمبيوتر وكل، ناقصك حاجه؟ يا عم انا بعمل حاجه غير اني بتفرج على التلفزيون وبلعب في صوابع ايديا؟ ده حتى الموظفين رايحين جايين في الطرقات وورد كتير، انما شغل مفيش. يا عادل انت، هو انا كل ما اتكلم معاك الاقي ابتسامه عريضه كده؟ يا عم بقول لك زهقانه زهقانه مش مبسوطه. انا مش عايزك بس تنرفزي وبتاع، انت النهارده محلوه كده وبتاع. وبعدين يا كاميليا دي شركه جديده، يعني لسه شويه وهتدور كل حاجه هتشتغل، ما تقلقيش. ده ادعى يا استاذ، المفروض انها شركه جديده يبقى الموظفين تشتغل اكتر مش اقل. صدق عندك حق. صح. انا ماشيه. رايحه فين بس؟ رايحه فين يا كاميليا؟ مروحه. رايحه فين يا كاميليا؟ يا عم هروح. انت هتموتي على الشغل قوي كده؟ امال انا جاي اعمل ايه؟ العب انا ولا اعمل ايه؟ ماشي هنشوف لك شغل خلال يومين بس. سلام. حد لا يقعد من غير شغل ولا تقعد من غير شغل. استني بس كاميليا، كاميليا استني بس. استنى ايه؟ ما تجننيش علينا كده، استني بس هقول لك. نقعد نتمشى في الطرقات؟ استني بس هقول لك، بس يومين انا هظبط لك كل حاجه. خلاص ماشي. طب امشي انت يا كاميليا، امشي انت دلوقتي. طمنيني اما توصلي. والله دي ماركه، جربيها بس كده وشوفي. لا ده غالي قوي يا اختي، وبعدين احنا هنا بنتعامل مع واحده بتجيب لنا واخدين عليها. طب جربيني انا بس المره دي وانا هريحك على الاخر. ها؟ طب والله يا ابله ما هتلاقي البضاعه دي غير عندنا. المبنى ده بتاعي مكتوب على اسمك اظن. لا انا هنا بقى بقالي سنتين، روحي بقى شوفي لك زباين ثانيه. طب ها قلتي ايه يا ست الحلوين؟ لو اخدتيها اعملها لك بنص الثمن واديكي عليها كمان هديه. ها؟ لا اذا كان كده ماشي. ماشي. لا ده انت كده بقى مش عايزه تجيبيها البر، واي حد هياخد مني حاجه النهارده هديله عليها هديه. ها؟ ايه رايك؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ خدي الشنطه دي واخلعي. طب وانت يا اختي؟ بقول لك اخلعي، المهم البضاعه دي ما تطولش ايديهم، يلا دي فلوس ناس. نفسك. على فكره عيب قوي اللي انت عملتيه ده. الرزق يا حبيبتي بتاع ربنا مش بتاع حد. لا ده بقى رزقي وانا مش هسيبه. حرام عليكي يا شيخه مغلبانه وراه. ما تتقي الله بقى وترحمي جوزي. جوزي مين يا مبدونات؟
هموتك واشرب من دمك. انت مين انت كمان يا مجنون؟ دي مراتي، مراتي سايبه البيت والعيال. تربيني يا مجنون انت وهي؟ ما هو لو انت راجل كنت عرفت تربيها. انا ما اعرفوش يا ناس، انا اول مره اشوفه. هتربيها؟ انا جوزك، انا جوزك يا فاجرة. جوزي مين يا مجنون يا ابن المجنون؟ انا مجنون؟ قولي لي مين اللي خواكي؟ خواكي؟ قولي لي، وعزة جلال الله ما هسيبك. كل واحد يقف في حاله. الكلام ده انا مش موافقه عليه. مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ يعني مش مهم يا مامي توافقي ولا ما توافقيش، المهم ان انا عارفه وواثقه ومتاكده ان الكلام ده صح. يا عبيطه، ده من اهل ابوكي، يعني بيكرهك وبيكرهني ولا يمكن هيساعدك. مامي انت عارفه ان احمد ده مليونير؟ مالك اتصدمتي وسكتي خالص كده ليه؟ مليونير وعنده شركه صرافه كمان. ازاي ده؟ ربنا بقى، ربنا فتحها عليه. يا عودي يا قمر واحكي لي احكي لي. ايه يا ماما؟ هو انت ما بتشوفيش في الناس حاجه خالص غير الفلوس؟ مش ممكن تشوفيهم باي شكل تاني يعني؟ اللي ما معهوش فلوس ما يستاهلش انه يعيش. الفقر ده عامل زي حبل المشنقه اللي متعلق في رقبه الناس ومدلدل منها. الشاطر بقى اللي يهرب منه أو يموت نفسه ويخلص. فعلا الدنيا وحشة قوي. وحشة جدا من غير فلوس. المهم بقى أحمد ده آخره إيه؟ حاسة إنه ممكن يخلصني من سامح خالص. طيب أنا مش هقول لك لأ. طب هي ميرا لسه ما بتردش على التليفون؟ خايبة بعد عنك تلاقي راحت لإخواتها. طب ومروان يا ماما؟ أنت مش ملاحظة إن هو كمان مختفي خالص؟ سألت أبوه عليه قال لي مسافر مع أصحابه. مفتح الباب. وحشتوني قوي. أنت إيه اللي جالك هنا؟ أنا هبلغ البوليس. أنت جاي هنا تعمل إيه؟ امشي اطلع بره. طب ما تبلغي. قولي لهم جوز بنتي وجاي أخدها. إيه رأيك؟ لا أنت فعلاً شكلك ما بتتعلمش خالص. لا إزاي؟ اتعلمت طبعاً. بس واضح ان انت معرفتيش مين سامح كويس. لا وانت الصادق، واضح ان انت اللي متعرفش مين ايتن كويس. بنتك غلطت يا هانم ومش عارفه حجمها. بقولك ايه، انت اللي غلطان. محدش يروح يقول لمرات الخبط لازق في وشها انا بخونك. انت مجنون ولا ايه؟ انا اصلا مجنون. ما تخافوش انت كده بيه المره دي. فاضي ها؟ حسب يا شيخ جاتك القرف. اللي عملتيه مش هيعدي بالسهل يا ايتن، وهتدفعي ثمنه غالي. امشي داهيه يا ادم، مجنون ومريض. رغم ان انا زعلان منك جدا جدا، انما ربنا غفور رحيم. هو مين اللي المفروض يزعل من مين يا بلح؟ انا طبعا. ليه؟ على اساس اللي انت ما عملته معايا ده جميل والمفروض احطه فوق دماغي؟ طبعا جميل. جميل انك ترميني للموت؟ الله، لولا ان انا عملت معاك كده ما كنتش وصلت للي انت فيه ده كله. صح ماشي، سيبك من اللي فات بقى، المهم اللي جاي. تعرف اول ما كلمتني في التليفون وقلت لي عايز تكلمني على انفراد، قلت حلم اللي جاي هيبقى فله. ايه مالك؟ ماليش، بس قلبي لسه مش مطمن. سلامه قلبك يا ذوق. شوف قلبك ده تركنه على جنب. لما تقعد تقول لي بقى قلبي قال لي، قلبي حاسس، قلبي مش مطمن لي، نمشي بقى دلوقتي. أجيب لك من الآخر يا بلحة؟ أحلى كلام هو بتاع الآخر. عندي سكة. حلو، فين بقى؟ الصعيد. أخ، أنت عارف الكبير قال إيه؟ يكلمه. كلمه؟ لا، ما ينفعش أنا أكلمه، عشان الزبون، وبعدين أنت عارف، لو عارف إن أنا بلعب من وراه يبقى فيها كلام تاني، إنما أنت ليك سكة. ما أنت عارف بقى إن أنا متعلم عليا من الأول. أدي فرصتك يا معلم عشان تعلم على اللي علم عليه. إيه حكايتك يا جدع؟ انت لونك متغير ليه؟ مصلحه بقى. وبعدين مش انت لسه قال دلوقتي ماشيها بالقلب والاحساس يبقى بلاها. الله، طب فهمني عشان لما اجي اتكلم ابقى هارش الليله، ما اتكلمش كده اي كلام في لا بقى. تمام، انا عايزك بقى تفتح دماغك كده وتروق لي مخك، عشان الكلام اللي انا هقوله ده كبير اكبر مني ومنك. امان. عايز الحقيقه، مجد حالته ملهاش حل غير ان حد يتبرع له بكليه. يعني مفيش أمل خالص؟ هو نفسه عارف كده، وأنا شايف إن حالته اتحسنت كتير أوي بعد ما عرف يعني سنة جلام.
مجد قال له انه بيحبه. الحياه مرتبط بيك كتير قوي، وانا شايف ان وجودك جنبه جايب نتيجه كويسه، على الاقل انتظامه في الغسيل والعلاج. انا قلت له يعمل اعلان في الجرايد يطلب حد يتبرع له بكليه، لكن هو رفض وقال لي ان ما عندوش استعداد يستغل احتياج حد للفلوس وياخد حته من جسمه. لو تقدر تقنعه يا ريت. سمر، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا بتعذب يا كبيبي، انا مش عايزه اعيش. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالي شوفه. منى مالك؟ ايه اللي حصل؟ وقعت من على السلم يا جمال. سلم؟ سلم ايه اللي يبهدلك البهدل؟ ايه اللي حصل؟ اتبهدلت قوي يا جمال. باين باين. معلش معلش، ايه اللي حصل؟ سمر، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا بتعذب يا كبيبي، انا مش عايزه اعيش. ليه يا حبيبي؟ عايزه اموت. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالي شوفه. مالك؟ ايه اللي حصل؟ وقعت من على السلم يا جمال. سلم؟ سلم ايه اللي يبهدلك البهدل؟ ايه اللي حصل؟ اتبهدلت قوي يا جمال. باين باين. معلش معلش، ايه اللي حصل؟ انا مش زعلانه يا جمال، بس انا خايفه عليكي. أنا ساعتها كمان خفت قوي، ولما جيت هنا حسيت إن أنا ضعيفة، صعبان عليا نفسي قوي. معلش، بس إحنا لازم نعمل محضر في الاسم. لا يا كاميليا، مش هعمل محضر، وهنزل المكان ده تاني وتالت، وهفضل أبيع وأشتغل، محدش هيقدر يمنعني أشتغل وأكبر. بس انتي عارفة الغلطة ايه اللي انا ممكن اقع فيها؟ ايه؟ ان انا استسلم. انتي كده ازاي؟ مش فاهمة يعني ايه؟ يعني ازاي لما بيجيلك موقف بتعرفيه؟ وازاي بتقدري تحددي تتصرفي ازاي في الموقف ده؟ ازاي؟ يمكن عشان بشتغل وعشان وسط الناس على طول. طب ما انا عايشة وسط الناس. يمكن عشان انا عندي حلم عايزة اوصل له. صح، انا كمان كان عندي حلم، كان نفسي يبقى عندي مكتب ترجمة، وعشان كده دخلت الجامعة. لكن وجود احمد في حياتي خد وقت كبير قوي من عقلي وتفكيري. الحب والجواز. ولما حصلت المشاكل خدتني في حته تانيه خالص، بعيد. ولما رجعت لقيت مخي فاضي، ما فيهوش اي حاجه، لحد لما وصلت للي انا فيه ده.
انت ليه دايما يا كاميليا بتحلمي بحاجه وتجري ورا حاجه تانيه؟ ليه؟ انت لازم تخططي لحلمك يا كاميليا. اللي انت فيه ده ما ينفعش. ما ينفعش تحلمي بحاجه وتبقي عايزه حاجه تانيه خالص. ايه الحلاوه ده يا احمد؟ انا مش مصدق اللي احنا فيه. شايف المنظر؟ عشان تبقى تدعي لي. لا ده انا بدعي لك وبس. خلي بالك يا عادل، احنا الفتره اللي جايه دي عندنا شغل كتير قوي. انت شكلك كده عجبتك الشغلانه. هو فيها ابني احلى من اللي احنا فيه ده صراحه. لا فاكر احمد ده؟ انا كناش بنروح انا وانت الجناين دي غير في الاعياد نعيش فيها. يا نهار ابيض المصحف، انا ما مصدق. مالك شكلك فيك حاجه؟ في ايه؟ بفكر اعمل حفله صغيره في الفيلا دي. حفله يعني ايه؟ ايه مش حفله قوي يعني، زي ما تقول عشاء عائلي واعزم فيها الراجل الكبير. عائلي وراجل كبير؟ مش فاهم اي حاجه. مش لازم تفهم، انت تعمل بس اللي انا بقولك عليه وبخلي متولي معاك. حاضر هعمل كل اللي انت عايزه، بس فهمني انت عايز ايه بالظبط. يعني عايز اجمع بنات خالي كده ونتعشى مع بعض. بنات خالك في عشاء مع راجل كبير؟ انا مش فاهم حاجه خالص. زي ما تقول كده عايز اخرجهم من الجو اللي هم فيه، عايزهم يجي يتفرجوا على الفيلا بتاعتي. اه ده على اساس بقى ان انت حاسس بيهم وبظروفهم وعايز تخرجهم من الجو اللي هم فيه، صح؟ كفايه يا عادل مالك، انت اللي فيه يا احمد. ما تيجي معايا سكه وفهمني انت عايز تعمل ايه بالظبط. خلاص بلاش، انت مش عايزك تعمل حاجه، انا هقول متولي. استنى بس يا عم، في ايه؟ ما تتكلم معايا زي ما بكلمك، انت واقف معايا صغير، كمل كلامك. فيها يا عادل؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ نسيت نفسي؟ يعني ايه؟ يعني المطلوب منك انك تنفذ اللي انا بقول لك عليه وبس، من غير ما تسأل كتير. لا مش هينفع. عارف ليه؟ عشان انا صاحبك، برايتك يعني. يعني لازم ابقى باصص عليك وشايفك بتعمل ايه وما بتعملش ايه. ولازم اقول لك اللي انت بتعمله ده غلط واللي انت بتعمله ده صح. انت اللي هتقول لي ها؟ طب ايه بقى يا عم عادل اللي انا بعمله غلط؟ بقول لك يا عادل، انت معاك فلوس كام دلوقتي؟ وايه العلاقه؟ يعني انت بقى معاك رصيد في البنك من ساعه ما بدات تقول لي حاضر ونعم، وهو ده المطلوب منك بالظبط، انك ما تفكرش. حاضر ونعم، وهو ده شغلك معايا، فهمت؟ أنا فاهم حاجة تانية من زمان، فاهم إن أنت بتقدر الناس بالفلوس، مش هتتغير. ألو؟ أي أيت، إيه في إيه مالك؟ إهدي بس طيب، إهدي شوية. ايه؟ طيب طيب انا هجيلك حالا، مع السلامة. يلا هادي كمان. ايه اللي شغل بالك؟ مفيش، سرحانة شوية. في ايه بقى؟ ولا حاجة، فكر في شوية حاجات. مروة. نعم. تعالي عايزك. حاضر. أختك عاملة إيه؟ أختي؟ وأنا كويسة الحمد لله. أنا عايزها تجيني بكرة الصبح. ليه خير؟ لا بس كلامها عجبني وعايز أعرف في إيه تاني في دماغها. حاضر أوكي هقول لها. طب أخبار وجيه إيه؟ مش فاهمة حضرتك تقصد إيه؟ أقصد اللي فهمتيه بالظبط. الأستاذ وجيه عنده مكتب وعنده تعمل سكرتارية. لو حضرتك تحب ان انا اكلمه
عشان اخد لك ميعاد تقابله قول لي. انت فاهمه انا اقصد ايه بالظبط؟ اللي حضرتك تقصده مش لطيف، وانا مش سكرتيره وجيه. استاذ وجيه شخصيه معروفه ومشهوره، واحيانا بقابله مش اكتر كده اهو. اه انت مش واخده بالك ان لهجتك فيها حاجه متغيره شويه؟ حضرتك اللي بتتكلم معايا بشكل جارح شويه. كل ده عشان سالتك عن سواجيه؟ استاذ مدحت انا عايز اعرف ايه في دماغك بالظبط. شوف يا مروه، اي راجل في الدنيا بيبقى محتاج من الست حاجه من اتنين مفيش غيرهم. وايه بقى يا ترى الحاجه دي؟ حاجه ماديه، ودي طبعا انا مش محتاج لها في حاجه، وحاجه معنويه. حاجه معنويه بمعنى ايه؟ تقف جنبه مثلا ولا تقول له كلام حلو؟ انت فاهمه قصدي كويس. انا مش فاهمه حاجه خالص. لا انت فاهمه قصدي وعارفه انا عايز ايه بالظبط. طب ما بقول لك ايه، ما تخليني احسن عامله نفسي مش فاهمه، انا كده مبسوطه اكتر. وبيني وبينك كده يا استاذ مدحت، انا مش عايزه اسيب الشركه للدرجه دي واكتر. حضرتك هنا صاحب الشركه، وانا حيال عندك حته موظفه، يعني انت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي في نظري. فاللي انا بعمله دلوقتي بحاول بقدر الامكان ان انا الحاجه الكبيره دي ما تصغرش في نظري في يوم من الايام. حلو الكلام، لا عجبني بجد، بس انا برضو لسه بسال. حاضر، دي واحده. ده ايه ده؟ دي استقالتي. باي باي. ايه خير؟ عايز ايه؟ على فكره مروه دي بنت هايله. نعم. اصلها يعني من ساعه ما جت وهي قريبه قوي من الباشا. هو ده اتجننت يا ابني؟ لا 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 لا، انت فهمتي ايه؟ انا ما اقصدش كده. نقصد يعني ان هي خدت مكانه مميزه بسرعه، شاطره يعني. واحنا الواحد هنا بقاله سنين لا علاوه ولا ترقيه ولا نيله. بقول لك يلا يلا شوف شغلك، انا مش ناقصه وجع الدماغ. والله بقول لك ايه، في شويه شغل كده عايزين نبقى نريحهم مع بعض. تراجع معايا ايه؟ وانا مالي ومال شغلك؟ وانت اصلا مالك ومال شغلي؟ يعني ايه المشكله ما نحط شغلك على شغلي وعادي هنراجع يعني. ايه؟ اه طب بقول لك ايه، لما تشوفي استاذ لؤي بقى وبيسوي من هنا ومن هنا اتفضلي. يعني جت عليا وقفت. انا عايزك تهدي، اشرب العصير بتاعك ده وكل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. كان هيموتنا. على فكره ده رد فعل طبيعي جدا. وانا جايباك هنا عشان تقول لي طبيعي؟ يا ايتي لازم تعرف اللي عمله سامح ده. كان عايز يقول لك يعني ان هو مش هيعدي الموضوع بسهوله، انه يقدر يقلب الترابيزه بس بطريقته كده يعني. ايوه يا احمد، بس انت قلت لي قبل كده ان انت ممكن تتصرف. مش فايتن، انا اقدر اعمل اي حاجه في الدنيا دي انت تبقي عايزاها. ده في مشكله كبيره قوي. وانت بنت خالي ومفروض عليا اعمل لك اللي انت عايزاه اعمله. انا عايزه اخلص من سامح. تخلصي منه ازاي يعني؟ الطلاق. بسيطه، لو الطلاق بسيطه يطلقك. طب وسمير؟ سمير ده يبقى جوز امك؟ ايوه جوز امي. اه ماله؟ مش مريحني خالص. بس كده؟ برضه بسيطة، نخليه يريحك. لا انا كده لازم افهم، هو انت هتستفيد ايه يا احمد من كل ده؟ بعدين، بعدين يا ايتن، اصل انا بحب اقدم السبت عشان يبقى الاسبوع كله لحسابي. اشرب المصير، اشرب. طلباتك يا ست جمالاه؟ ماليش طلبات. لا ازاي بقى؟ ازاي يا ست الكل؟ دي في ريال ست العرايس، وبعدين طلباتك انت وهي اللي انتوا عايزينه هيتنفذ، خلاص ياما؟ يا اخويا بلا عريقك، ما تستنى ما نشوف طلباتهم ايه. ماشي. انا متولي عندي بالدنيا. كده عيني عينك، طب استني لما انزل. وانا هكسف من ايه بس يا خالتي ولا خب يعني؟ قومي يا اختي اعملي شاي. حاضر.
النبي الكلمة دي لو اتقالت عندنا في البلد تطير فيها رقاب. والنبي عندكم في البلد. إنما عندنا في البلد لا عادي. وبعدين الواد والبنت عايزين بعض. مش كفاية يكونوا عايزين بعض، لازم تبقى رسمي. بقول لك يا خليل، هاتي من الآخر. حاكم أنا عارفة إن الجوازة دي مش لد عليكي. ست جمالات، صلى على النبي والنبي. اللهم صل عليك يا نبي. ما أنت شايف أمك؟ جاية تفركش الجوازة. وبعدين أنا كمان عايزة أقول لك على حاجة. اتفضلي يا ست الكل. أنا كمان مش عايزة الجوازة الزفت دي، بس لولا المحروسة هي اللي ماسكة فيك. إيه أمك الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ عيب. ويا أختي لما الجوازة مش لد عليكي، جاية على نفسك وغصب على روحك ليه؟ الخايبة بنت الخايبة، مش عايزة تسمع كلامي. فيها ست جمالات الكلام ده؟ واللي بتقوله أمك حلو. طب بصوا، خلاص بقى، عشان أقول لكم اللي فيها، أنا الخميس الجاي خطبت على فريال عشان الناس كلها تعرف. نعم يا أخويا؟ ده من إمتى إن شاء الله؟ يما انا ومتولي خلاص اتفقنا، عشنا وشوفنا البنات بتتفق من ورا اهاليها بعد ده كله ولسه عايزاه. يما عادي، الست خليله زعلانه يعني ان ابنها هيفارقها، وبعدين كل الحماوات كده. انا اهم حاجه عندي متولي. مبروك يا عين امه. الله يبارك فيك يا يما. بالرفاقي والبنين يا رب. يا يما، يما جت موي شطحك يا بعيد. خلاص انا نازل وراك. معلش يا ست جمالات، بس هي متوتره شويه عشان خاطر الجوازه وكده. بلا معلش بلا زفت. طب سلام عليكم. انا بقى يما. يما انا عايزه اعرف انت ناويه على ايه؟ بعدين تعرفي. لا مش بعدين، عايزه اعرف دلوقتي. انت عارفه ان متولي ده خد شقه في الهرم؟ وده ماله مال الجوازه؟ لا ازاي بقى، متولي كده بيعلى، وانا بقى عايزه اخرج من الحاره المقرفه دي. تخرجي من الحاره المقرفه دي؟ تروحي لباب البرك ده؟ يا بنت انت كده مش هتنضفي، ده انت هتتوسخي زياده. بقول لك ايه، انا هتجوز متولي، يعني هتجوز متولي في 60 داهيه. يلا روحي اتجوزيه، على الاقل اخلص من قرفك. راحه فين بس يا جمالات؟ راح اعمل الواجب. خدي خدي خدي. واجب مين؟ ولا راح اتامني؟ اتلم يا بنت، اتلمي لألمك. الله، مش كان عبد الله اللي في الدماغ؟ قلبتي فجأة على جمال؟ اقسم بالله العظيم ان ما اتلميتي لقلع الشبشب وانسله على دماغك. لا والنبي. بكره تعرفوا هي من فريال يا حاره. ازيك يا عم جمال؟ انت دلوقتي احسن؟ الحمد لله. انت زعلان ان انا جيت ازورك؟ لا ابدا، اتفضلي اتفضلي. انا قلت لنفسي مش ممكن عم جمال هيزعل مني انا بالذات. محتاجه اتكلم معاك. برتاح لما بقعد اتكلم معاك. بابا كان بيحبك وانا بحب كل حاجه بابا كان بيحبها. انا كويسه كاملة، اطمني. وهتبقى دايما كويس. عارف انا جايه لك النهارده ليه؟ عشان عايزه اقعد اتكلم معاك. عايزه اتكلم مع حد يكون بيحبنا بجد، خايف علينا بجد. انا كمان عندي حاجه عايزه اقولها لك. اللي حصل ده كان شيء سيء جدا، أرجوك انسيه. وانت كمان انساه. أنا آسفة، بس والله العظيم أنا ما قلت أي كلمة من اللي وصلولك. أنا جاي النهاردة عشان أقول لك حاجة واحدة بس. أنا طول عمري بشوفك زي بابا، وإذا كان الكلام اللي أحمد قاله لك إذا كان يقصده أو ما يقصدهوش، أمال أنا بقى هعمل إيه؟ إن الناس كلها بتخاف مني وبتتشائم مني لو أي راجل قرب مني. اوعي تصدقي يا أمتي، أنتي قمر. تعرفي إيه؟ إن أبوك الله يرحمه كان دايما يقول إن أجمل واحدة في بناتي هي كاميليا. عليها جمال مش على حد. إنه كان دايما بيحب يبص لك. أنت أنا بعبطي افتكرت إن الدنيا ضحكت لي. هتجوز جميلة الجميلات زي ما عبد العزيز كان بيقول.
بابا كان بيقول عليا نجدة واكتر من كده عليا انا. شوف يا كاميليا، انا اليومين اللي فاتوا دول مريت بشويه حاجات كده، لو حكيتها لاي حد لا هيصدقها ولا هيتحملها. بسبب؟ لا مش بسببك، هو بسبب انا. عشت سنين طويله وفي الوهم. ابوك الله يرحمه مره اللي كده، بس انا ما صدقتوش. بابا كان فيلسوف كبير ومحدش كان يعرف. ابوك ده كان انسان غريب، كان يسكت كتير او يقعد يراقب الناس ويتفرج عليهم. لما يتكلم كان بيقول كلام عجيب. الدنيا ظلمته كتير. لا بالعكس، الدنيا لا ظلمته ولا ظلمتني. الحكايه ما فيها ان انا بفكر انه غلط. سمعت انك سبت الشغل، ممكن اطلب منك حاجه؟ مش هرجع، مش هرجع كمان. انا قضيت عمري كله قاعد ورا مكتب، مش عارف انا بشتغل ايه. حتى لما كنت بشتغل كنت بشتغل شغل اي حد ممكن يعمله، نفسي بقى اعمل شغل انا ما حدش يعرف يعملها غيري. كفايه بقى، عايز اعيش. حقك. يمكن اللي حصل ده ما كانش كله وحش، بالعكس اللي حصل ده فوقني. انا عايزك تعتبرني زي بنتي. انت فعلا زي بنتي. الحكايه فيها انها هبت مني شوي. ما تقولش كده. ما تقولش كده ايه؟ ما هي دي الحقيقة. هي فعلا هبت مني. انا حسيبك. طمنت عليك وهبقى عندي على ايدي. ماشي. اتفضلي. سي جمال اهلا. خد عني ست جمالات. اهلا، ازيك يا كاميليا؟ جايبه له بقى بحه، انما هياكل صوابع وراها. اما نشوف ايه البحه دي. طيب اسيبك بقى تفرتك البطه اللي جايه لك دي. ده انا بقالي شهر عماله اضغط فيها عشان اذبحها على الموسم، بس مش خساره فيك. بقول لك يا حبيبتي، اذا عصي اي حاجه انت واخواتك عينيا الاثنين. تسلمين يا ست جمالات، عن اذنكم. اتفضلي. يلا يا اخويا، عايزك تفرتك البحه دي. ماليش في البح. بقول لحضرتك لو سمحت. أمال يا فندم؟ ممكن لو أستاذ مروان سأل عليا تقول له إن أنا عند حمام السباحة؟ أستاذ مروان؟ يا فندم ده طلب عربية عشان ينزل مصر، ومشي بقاله ساعة. يعني إيه؟ مش أستاذ مروان غرفة 2013؟ أيوه فعلاً. أيوه يا فندم، نزل مصر، وأنا اللي جبت له العربية بنفسي. إزاي يعني؟ والله يا فندم هو ده اللي حصل. علاء؟ لا. امال مين؟ ده ابنه. عايز ايه هو الاخر؟ مش عارف. استني بقى، احكي لي كل حاجه بس عشان ابقى معاكي على الخط. اصل بصراحه كده هو سعيد جه هنا وايه، وهو كمان قال لي انه بحبني. الله، محتار. انت مش هتروح الشغل ده تاني على فكره. وانا فعلا قررت اعمل ده، بس هتفهميني. قولي بس. انا حاسه اني فعلا بحب علي. هتعملي ايه في ابنه؟ مش ذنبي. لا ذنبك وغلط، مش صح اللي انت بتقوليه ده. يا سمر، ليه نحط نفسنا في اختبار صعب؟ ليه صعب علينا حياتنا؟ ما هو لو بعد انا مش هبقى مبسوطه. هتتضايقي شويه وبعدين هتنسي خلاص. لا مش هنسى، انا عارفه نفسي. يعني ايه؟ نجلة، انا فعلا بحب علاء، بجد بحبه.
بتحبي عليا ولا شايفه بابا فيه؟ عليا مش صغير، اكبر منكوا في سن بابا. فكري كويس يا سمر، ده ممكن ما يكونش حب، ممكن يكون احتياج. لا مش صح، انا فعلا برتاح جدا وانا معاه، بيحب اللي انا بحبه. ساعات ببقى مستنية منه يكلمني عشان يقول لي تعالي لدرس المزيكا، أو يقول لي رأيه على حاجة أنا كتباها. عادي، كل اللي بيحصل ده عادي، حالة جديدة عليكي وإنتي مش متعودة عليها. أنا مش صغيرة يا نجلة، أنا عارفة كويس أنا بقول إيه. لا مش عارفة. الواحد لما بيحس إن في تجربة جديدة عليه ما بيبقاش فاهم مشاعره اتجاهها، وما بيبقاش عارف هو المفروض يعمل إيه. اسمعي مني. طب لو حد قال لك سيبي مجدي، كنتي هتعملي كده؟ ترجعيش تقولي نفس المبررات يا سمر. بالطريقه دي انت بتحاولي تقنعي نفسك ان انت صح رغم الكل. مش صحيح. طب ممكن تدي لنفسك هدنه؟ ابعدي يا سمر، خدي وقت فكري فيه، مش تخسري اي حاجه. البعد هيخليكي عارفه انت عايزه ايه بالظبط. مروان انت فين؟ ازاي تنزل مصر؟ ازاي اصلا تسيبني؟ مروان انت ما دفعتش فاتورة الاوتيل، انا كنت هروح في 60 داهية. لا دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا خالص. وبعدين انت عارفة ولاد الناس المحترمين ما يعملوش كده ابدا، وانا ابن الناس محترم، ما اقدرش ارتبط بواحده عملت كده خالص. معلش سوري، هبعت لك ورقتك بقى يا حبيبتي. يلا باي باي. برافو عليك يا وائل، تربيتك اكبرنا. ايه ده مروان، هو انت هنا؟ ايه في حاجه ولا ايه؟ لا سالت بابا عليك، قال لي ان انت مسافر مع اصحابك. لا لا ما انا جيت. انت اخبارك ايه؟ ده انت وحشاني جدا. وميرا فين امال؟ انت شكلك زعلان بقى. لا معقول ازعل منك يعني او ازعل من اختي حبيبتي؟ لا مستحيل. يلا حبيبي مش عايز حاجه؟ لا يا حبيبي تسلم لي. باي باي. مع السلامه. كنت عايزه اتكلم معاك. لو تحت امرك. انا عايزه اخلص المواضيع اللي بينا، وبقول كده ان احنا نسيب بعض بالراحه من غير شوشره. انا كنت هقول لك كده برضه. طب كويس انك بتفكر زي. انت ناوي على ايه؟ انا؟ انا مش ناوي على حاجه. يعني الشركه هيبقى وضعها ايه؟ الشيكات اللي معاك؟ لا الشركه دي خلاص ما عدتش تنبني. طبعا ما انت عملت شركه جديده وسحبت كل التعاملات على الشركه الجديده دي، صح؟ ايه ده؟ ده انت مرقباني بقى. ولا يهمك، الشركه دي اقدر اوقفها على حيلها احسن من الاول. المهم الشيكات. لا لا يا قمر، الشيكات دي حاجة تخصني أنا، لأن بصراحة أنا لا يمكن أعمل لواحدة زيك. زي أنا؟ جديدة النغمة دي يا بابا. مش جديدة ولا حاجة يعني، وانت ناسي إنك شهدتي شهادة زور، نسيت إنك سبت جوزك أبو عيالك وانت على ذمته. سبته علشانك وشهدت زور عشانك. لا 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 لا، عشان انا عارفه انا لو كنت مكانك في الموقف ده اخلاقي كان يمكن تسمح لي اعمل كده ابدا. اخلاقك صح، بس اخلاقك تسمح لك انك تقتل؟ انت قتلت يا سمير. انا ما حصلش، وبشهاده الشهود ما حصلش، بس للاسف
للأسف أنت اللي وصلتنا للدرجة دي، لأنك طماعة طماعة وما يملاش عينيكي غير التراب. بلاش نتعامل مع بعض كده، إحنا عشنا مع بعض كتير واللي بينا مش قليل يا سمسم. أنت اللي ابتديتي وبتخططي طول الوقت إنك تاخدي كل حاجة، بس للأسف نسيت إن في ناس غيرك بتخطط وأحسن منك يا زوزو. باي باي يا قمر. باي. طيب يا سمير. طب ابقى عاتبها وانا اشوف هعمل معاك ايه. يلا في 60 ده. انت يا بت، انت يا بت، انت شاربه ولا ايه؟ تعالي هنا انت يا بت. اوعي مالكيش دعوه بيا. يعني فانا وعارفه بتعملي ايه؟ امشي امشي. طب يلا في ده. تلاقيكي عامله عامله سودا، يعني ما انت هتموت الدنيا هتتقلب. بالسلامه يا اختي. تعالي تعالي يا حلو. البلاوي دي عملتها قبلك ووقفت الوقفه دي قبل كده. قوليلي مين ضحك عليكي؟ ولو ضحك عليكي ضحك عليكي لحد فين؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده. بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام الكتير. هاتي من الاخر واحكي حكايتك السودا يا بنت. انطق. هتتاخري؟ لا خالص، هخلص شغل واجي على طول. طب ممكن لو الاستاذ مجدي هف وغزلته كده ان هو يعزمك على فنجان شاي بعد الشغل، تتصلي باختك وتطمنيها؟ من عناية. نعم. انت نازله تاني؟ اه طبعا هنزل. ليه يا ماما؟ ما انا قلت لك يا كاميليا انا مش هسيب الشغل، انا لازم اوصل اللي انا عاوزاه. برافو عليكي. ايه اللي برافو؟ انت بتقويها عليا الصراحه. اه يعني اللي هي بتقوله ده كلام صح. وبعدين ايه اللي حصل يعني؟ البنت اللي عملت فيكي كده انا عذراها. يا سلام. اه طبعا بنت قاعده بتشقى وبتعمل سوق وبتعمل زباين وتيجي منى تاخد كل السوق ده. على فكره انت كان لازم تحطي نفسك مكانها، صعب قوي الموضوع ده. طب ايه رايك بقى ورحمة أبويا ما حسب لها زبون في المكان ده؟ هتشوفي.